السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وحلقة جديدة من المونديال على قناة الأهلي. اليوم السادس من مونديال روسيا 2018، وروسيا رسميا أول المنتخبات المتأهلة لدور الـ16، والمنتخب المصري أول المنتخبات اللي خرجت من دور المجموعات. يعني كلنا تابعنا أكيد مباراة مصر وروسيا واللي انتهت بثلاث أهداف مقابل هدف، في كلام كتير جدا هنتكلم عليه مع يعني كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي واللي مشرفني واللي كنا اكيد بنستمتع بتحليله، كابتن شريف عبد الفضيل. كابتن شريف برحب بحضرتك. مرحب بيك يا عمر، انا مبسوط بوجودي النهارده، كنا نفسنا نبقى مبسوطين اكتر طبعا. بس كلنا طبعا زعلانين اللي حصل، وان شاء الله اللي جاي احسن، وهي دي كره القدم. يعني كلنا تابعنا الماتش وكلنا شفنا يعني ثلاث اهداف. الشوط الاول خرج بدون اي هدف، كان شكل المنتخب افضل يا كابتن شريف، كان منتخب مصر كان خطر، رحنا ببعض الكرات، كان في طبعا بعض يعني الهفوات الدفاعيه، او كان في بعض بلغه الكره بعض اللعيبه بتسرح شويه. شايف اداء منتخب مصر في المجمل، يعني ممكن نمسك الشوط الاول ونعرف ايه اللي حصل والاسباب اللي ادت لمنتخب مصر ان يحصل عمليه هبوط في المستوى، واول كوره في الشوط الثاني بهدف، في طبعا هدف عكسي فيه، واللي ادى لخساره منتخب مصر بثلاث اهداف مقابل هدف. طبعا احنا كلنا في البدايه طبعا حزنانين لخروج منتخبنا القومي، يبقى اول منتخب يخرج من كاس العالم، ده شيء محزن وشيء مخزي، وان احنا نخرج بالنتيجه السلبيه دي ما كناش نتوقعها كلنا. فده يمكن نتيجه احداث كتيره قوي قبل ما نخوض في مجريات المباراه نفسها وشكل المباراه والتكتيك اللي لعبنا بيه والاخطاء وكل الكلام ده كله. خلينا احنا حصل قيل وقال كتير قوي قبل المباراه، وحصل ان ناس كتيره راحت للمنتخب، واحنا دايما معروف ان كره القدم محتاجه تركيز. طبعا لعيب كره القدم مجرد ما بيخرج عن تركيزه جزء من الثانيه بيتسبب في حاجات كتيره جدا. حصل تشويش على اللعيبه قبل المباراه، يمكن الناس كلها الميديا كلها اتكلمت في الموضوع دوت وحذرنا، ويمكن الموضوع ده اصل انا عمر جربته قبل كده، انا كنت موجود في احداث مدرمان، كنت موجود مع منتخب مصر في الجزائر، وانا كنت هشارك في المباراه دي، فجيت طبعا بكم مش هقول حد يعني الناس اصدقائنا الممثلين والفنانين ولاعيبه كوره قدام وجداد وناس في الرياضه وسياسه واقتصاد وعلم نفس وعلم اجتماع ما شاء الله. يعني خلينا نقول ان طبقات المجتمع المصري كله طبعا تواجدت في روسيا، فده كله خطا كبير قوي من الناس المسؤوله هناك. يعني مش عايزين نخوض قوي في النقطه دي بالذات، بس ده نقول جزء لا يتجزا من الاحداث اللي احنا شفناها النهارده في المباراه. يعني نخش بقى في المباراه نفسها النهارده، نتكلم عن الحمد لله يمكن كلنا مبسوطين. هل التشكيل يا كابتن شريف حضرتك راضي عنه، شايف ان هو ده احسن تشكيل لمنتخب مصر يخوض بيه مباراه لا بديل عن الفوز فيها؟ يعني حضرتك شايف الدفع بمحمد صلاح بدلا من عمرو ورده ووجود مروان محسن، هل ده كان افضل تشكيل للمنتخب؟ ده حقيقي، يمكن ده انسب تشكيل وافضل تشكيل، لان المنتخب كان بقاله فتره كبيره بيلعب بنفس التشكيل، ويمكن اللعيبه دي اكتر لعيبه حافظه بعض، يمكن ده شفناه او لمسناه في الشوط الاولاني. الشوط الاولاني كان يمكن كرات بعض الكرات الخطيره اللي جت علينا نتيجه ميستيك من عندنا، بعض الاخطاء الصغيره، ممكن ميس باص او كره مقطوعه من طارق حامد في وسط الملعب، تمريره غلط من فتحي من ناحيه اليمين، حاجات بسيطة كلها، بس كلها أخطاء، يعني ده سببت خطورة علينا في الشوط الأولاني بالذات. إنما بقيت الشوط الأولاني إحنا تقريبا 60% إحنا ماسكين الكورة، بنلعب كويس، لينا شكل هجومي، كنا أخطر هجوميا. محمود تريزيجيه عمل تشكيل يعني شكل كويس قوي الشوط الأولاني، محمد صلاح يعني كان ظاهر بشكل كويس، كان مؤثر لينا، خلى لينا شكل، خلى لينا رهبة في الملعب. ده محمد صلاح اللي احنا كنا مفتقدين الفترة اللي فاتت، مع ان هو جاهز بنسبة يعتبر 50%، لان المشاركة هو بقاله بعيد فترة بحاول وبعدين خلي بالك محمد بيلعب برضو بيبقى حريص جدا ان هو ما بيبقاش فيه اي احتكاك، ولو تلاحظ ان في كذا لعيب اللي بيلعب ناحية الشمال كان حاول يحتك بيه بشكل قوي جدا. فطبعا يعني صلاح احنا راجل لعب 90 دقيقة، فيعني يشكر على المباراة ديت. انما كمجمل مباراة هنتكلم في نواحي فنيه، عندك الشوط الاولاني ادينا بشكل كويس جدا. طيب ايه اللي حصل فينا الكلام ده في اول 10 دقائق في الشوط الثاني ليه؟ المجهود البدني، يمكن انا في اخر الشوط الاولاني لقينا محمود تريزيجيه في كورتين كده بدا يقع لوحده، طارق حامد والنني الناحيه البدنيه عندهم اللعيبه بتاعتنا بدات تتقهقر للخلف بشكل ملحوظ،
ما فيش حد بيعمل مثلا لعيب كوره بيعمل دريبلينج. كابتن شريف قبل ما ناخد في احداث المباراه الفنيه تعال نروح روسيا مع زميلي وطبعا الناقد الرياضي محمود شوقي عشان نعرف منه يعني اخر الاخبار اللي موجوده حاليا في ارض الملعب. محمود برحب بيك. اهلا بيك يا كابتن عمر وتحياتي كابتن شريف عبد الفضيل وعرض لك الكلمه. طبعا اكيد خساره منتخب مصر اكيد احزنتنا بشكل كبير جدا، لكن عايز اعرف من حضرتك بقى الاجواء اللي موجوده ويعني نتيجه يعني اعتقد وجود الجمهور المصري يعني بعد المباراه ما كانش مبسوط، كان عندهم امال وطموحات مختلفه قبل المباراه، لكن منتخب مصر بيكون اول منتخب يودع مونديال روسيا 2018. عايز اعرف من حضرتك بقى يعني الاجواء الجمهور واللاعبين بعد المباراه. شوف يا عمر، هو بقدر التفاؤل اللي كان قبل المباراه بقدر الحزن الحالي. يعني عايز اقول لك ان اللعيبه طلعت طبعا من الملعب في حاله حزن غير طبيعيه. رمضان صبحي كان متاثر جدا جدا اثناء خروجه، محمد صلاح كذلك، عدد من لاعبي روسيا البدلاء توجهوا لمحمد صلاح لمواساته تقريبا. طبعا اجواء سلبيه بالنسبه لنا، لكن في المقابل احتفالات طاغيه هنا في روسيا وفي المدرجات وفي محيط الملعب. انا حاليا في الميكس زون منتظر خروج اللاعبين، وفي زملاء اخرين في المؤتمر الصحفي لكوبر ومدرب روسيا. لكن في كل الاحوال انا سامعكم بتتكلموا على الانهيار البدني. احنا شايف ان احنا كنا نقدر، يعني الشوط الاولاني اثبت ان منتخب مصر على الاقل ند يستطيع الخروج بالتعادل، لكن انهيار بدني رهيب. في المقابل بدنيا المنتخب الروسي مرعب صراحه. اعتقد ان هو من اكثر المنتخبات في البطوله في اللياقه البدنيه المميزه، لكن منتخبنا افتقد الكثير جدا من الركائز الاساسيه. في اعتقادي يا كابتن عمر كابتن شريف، طبعا ممكن تناقشوا الكلام ده فيما بعد، انه وجودنا في كاس العالم براس حربة واحد امر بصراحه ممكن. بس يا محمود، انا شايف ان مرام محسن يعني وجوده مع منتخب مصر في مباراه اليوم، يعني انا شايف ان هو يمكن المباراه اوجواي ما جاتلوش فرص كثيره، ممكن الناس تحملت عليه افضل كتير من طبعا اكيد مباراه اوروجواي. انا بتكلم على وجوده وحيدا طبعا بدائل. عاوز اقول لك ان كان مثلا بجواري في مقصوره الصحفيين صحفي ايطالي اسمه البرتو، كان مندهش جدا يعني بيسالني عن الاسترايكر اللي موجود في منتخبنا غير مروان محسن، فقلت له ما فيش. يعني الراجل اندهش جدا، ازاي 23 لاعب واسترايكر واحد بس هو اللي موجود فيه. ولكن في كل الاحوال منتخبنا طبعا الاهداف المتتاليه دي خلت الفريق طبعا انهار سريعا. والغريب ان احنا تمسكنا بعد الجون الثالث. طبعا الهدف اللي احنا جبناه ده هديه من السماء زي ما بيقولوا لكسر العقده. حتى انا كنت معاك في مداخله من يومين قلت لك يعني اتكلمنا حتى في النقطه دي تحديدا ان طبعا كسر العقده دلوقتي اصبح بالنسبه لنا هدف يعني. ولكن الامور طبعا محبطه، كان املنا كبير في الصعود للدور الثاني. اقدر اقول لك انه انا شايف حتى في الانطباعات في وجوه اللاعبين والجهاز الفني طبعا حاله انهيار برضو وتاصل شديد. لو اتكلمنا مع حد من اللعيبه تباعا هنقول لك التفاصيل وتصريحاتهم، واتصل بزميلنا محمود سعيد لنقل كل التصريحات اول باول. يعني عايز اسالك برضه، يمكن انت عارف الجمهور المصري اكيد متواجد يعني بكم كبير في مدرجات ملعب سان بيترسبرج، هل حصل بقى اي او ممكن يعني هل حصل اي احتكاك مؤتمر صحفي؟ هل لا، هو حصل احتكاك وحيد انا شفته بالظبط. انا يعني كانت حاجه مهمه جدا، اطمن. كان على شمال المقصورة كان حصل احتكاك ما بين الجمهور المصري وجمهور روسي، سرعان ما انتهى سريعا تدخل الشرطة. في المقابل على فكرة كان في احتفالات مزدوجة، يعني في جمهور كبير جدا من مصر هنى الجمهور الروسي واحتفلوا مع بعض والتقطوا الصور التذكارية والفيديو. يعني كانت في حاجات سلبية وفي حاجات إيجابية برضه، لكن ده أمر طبيعي أنت عارف في الكورة أكيد طبعا في تعصب. أنا مثلا كنت منفعل جدا خلال المباراة، وكان جنبي صحفيين روس يعني وكانوا مقدرين الانفعال بشكل كبير. يعني أيه، احنا بننفعل في حدود المطلوب، مش يعني مش بننفعل بشكل يعني طبيعي. يعني بتشجع منتخب مصر ومنتخب مصر خسران او بيضيع. الانفعال كان زائد شويه في كره مروان محسن، ان انا كنت شايف من وجهه نظري انها ضربه جزاء. يعني ما انا مش عارف يعني تقنيه الفيديو يا كابتن شريف محمود، يعني المفروض ان في حاجه اسمها تقنيه الفيديو، هل ليه الحكم؟ انا كنت قاعد مع بالقرب من صديق مصطفى طنطاوي وقلت له الكره دي بلانتي، فين الفيديو؟ يعني ما يعني ما مش ممكن يعني حاجه كانت صادمه بالنسبه لي. هو كان فعلا لازم زي ما عمل في ضربه الجزاء الاولى كابتن، هي فعلا ضربه الجزاء واضحه جدا اصلا. يعني طب وكان رد مصطفى طنطاوي ايه على حضرتك؟
لا انا كنت بتناقش معاه بسبيل الانفعال، بس المعلومات اللي عندنا كلنا ان الملعب ما بيوقفش، يعني هم لو في حاجه بيبلغوا، لكن بس غريب برضه يا استاذ محمود ان بعد الكوره دي لعيبه منتخب مصر ما اعترضتش، يعني لعيبه منتخب مصر بعد ركله الجزاء الاولى ده احنا قعدنا نصرخ على الجهاز الفني، وطبعا بس المسافه بعيده جدا طبعا، اكيد طبعا، لكن فعلا يعني مش ممكن، يعني ضربه جزاء واضحه جدا، يعني ما انا شايف ان احنا ضربنا في الكره دي تحديدا. صحيح انا ما بقولش ان دي سبب هزيمه، لا اكيد، يعني كنا ممكن النتيجه تقرب شويه، كان ممكن اي حاجه تحصل. برضو عمر عاوز اتكلم في نقطه تحديدا، يعني كان ممكن برضو ممكن كلنا هننتقد المنتخب مصر انتقادات منطقيه طبعا، ولكن لا يعني مش من محبذ او مش كويس خالص ان احنا نقول انه وجود الفنانين والشخصيات العامه وهو سبب مثلا انهيارنا 3-1، بدليل ان احنا عملنا شوط اول في اعتقادي شوط رائع، وبالتالي الفنانين وما الى ذلك تم امبارح فعلا فصلهم على اللعيبه، ده حقيقي. لا استنى محمود، ثواني بقى، تعالى لي اصل كابتن شريف كان بيتناقش معايا. بص يعني بص يا محمود، الحاجات دي بتاثر بالسلب على اللعيبه جدا. كابتن شريف اللي معاك يا محمود، انا شريف اللي معاك. بص يا محمود يا صديقي العزيز، حبيبي، بص انا حصل معانا في المدرمان نفس الكلام، الموضوع ده بيشوش علينا احنا كلاعيبه، حتى لو انت مش قريب ليا قوي، يعني ده بيخرجنا عن تركيز في حاجات كتيره، اللعيبه نفسها نفسيا بص يا محمود، اللعيبه نفسها نفسيا بتتاثر. اسمع انا عارف انا بقول لك ايه كويس، اللعيبه مع بعض في الاوضه، ده فلان جه ده فلان عمل، هيحصل نفس اللي حصل، لان الكلام ده كنا بيتقال علينا واحنا في السودان نفس الكلام بالظبط. خلاص انا ما بقولش ده سبب من الاسباب، انما بقول ده بيخرج اللعيبه لجزء، واللعيب اصلا محتاج يبقى يعني مجرد في الملعب لما بيخرج جزء من الثانيه عن تركيزه وخلاص. أنا بقول إن الشوط الأول أثبت إن منتخب مصر كان مركز، يعني كونك تفقد التركيز في الشوط الثاني يبقى أنت المشكلة فيك أنت في الملعب، لكن ما فيش أي حاجات أخرى خارجية أثرت عليك، هي دي الفكرة. بس أنا أقصد كده، لا أنا أفهمك نقطة تانية في الكورة، بس يا محمود بعد إذنك أفهمك نقطة تانية، الموضوع ده الحاجات دي مؤثرة نفسيا على اللعيبة، أنت لو بصيت على اللعيبة بتاعتنا نفسيا مضغوطة جدا، لدرجة إن هي الحمل البدني كله بتاعها، المجهود البدني كله خلص الشوط الأولاني. لا هي لعيبه مضغوطه نفسيا، مش عشان خاطر واحد ضربهم، لا نفسيا عشان حاجات كتير. انا محمود لما بتكلم على الموضوع ده اقول لك، لا كتير منهم امبارح واحد زي محمد صلاح الضغط اللي عليه ضغط هائل طبعا، خد بالك هو طبعا معتاد على المعجبين والمعجبات والتقاط الصور التذكاريه والكلام ده كله، لكن هو مضغوط فعلا، لان كل الاعلام، يعني اكفى اقول لك النهارده ان الصحيفه الرياضيه الاولى في روسيا، صحيفه سبورت بيسموها هنا الرياضه كل يوم، دي صحيفه متخصصه في الرياضه، عملت غلاف النهارده ما حطتش فيه صوره الغلاف بتاعها، لا منتخب روسيا ولا نجم من نجوم روسيا، حطت الغلاف كامل محمد صلاح. يعني الامر فعلا هنا غريب بالنسبه لمحمد صلاح، يمثل حاله كبيره جدا في المونديال، وبالتالي الضغوط الرهيبه دي احنا ما تحملناهاش. انا شفت الكلام ده بقى، يعني هاخد من كلامك برضو، الضغوط اللي انت بتتكلم فيها دي انا شفتها في الملعب فعلا مع الانهيار اللي هو حصل، الجون الاول فالثاني فالثالث، ده بقى هو ده بقى اللي مؤكد فعلا ان في ضغوط، دي ضغوط حقيقيه. الانهيار ده وانت ما تعرفش تلم نفسك بعد الجون الاول او الثاني، ده يعد انهيار. اعتقد في اعتقادي انه المدير الفني في كل الاحوال هيتحمل اي انهيار. طيب والا هنحاسبه امتى يعني؟ محمود يمكن عايز اعرف منك، منتخب مصر ايه الخطه الفتره اللي جايه؟ يعني ماتش او مباراه السعوديه، منتخب مصر هل هيغادر مدينه سان بطرسبرغ، هيتوجه الى مدينه اخرى؟ قول لي خطه المنتخب في الايام المقبله. هي طبعا هيغادر سان بطرسبرغ باذن الله في على طائره خاصه عائدا الى جروزني، وقبل ويوم الاثنين، قبل يوم الاثنين المباراه بتاعت السعوديه في مدينه سلفوجراد، قبليها يوم السبت مساء هيكون فيها، يتدرب فيها يوم الاحد ويخوض المباراه يوم الاثنين باذن الله. اعتقد ان مباراه السعوديه لها حسابات خاصه جدا جدا جدا، طبعا هي مباراه ما بين شقين، نتمنى انها تخرج بشكل طيب، والكلام ده مش لازم يكون كلام شعارات يا جماعه، لازم يكون فعلا كلام حقيقي، يعني مش عاوزين الكوره تفرق ما بين شعوب، احنا نلعب ماتش كبير والسعوديه تلعب ماتش كبير، وفي النهايه يعني اللي هيكسب هنبارك له. اتمنى طبعا منتخب مصر يحقق فوز على السعوديه، انا على المستوى الشخصي بتمنى ان احنا في المونديال نحقق فوز، شاركنا مرتين في 34 وفي 90، لعبنا اربع ماتشات في تاريخ المونديال، وماتشين المره دي قدام اوروجواي وقدام روسيا، ست مباريات،
لم ننجح في تحقيق الفوز، وبالتالي تحقيق الفوز امام السعوديه سيكون امر بالنسبه لي او بالنسبه لكثير جدا من الجمهور، بالنسبه كثير جدا من الاعلام الرياضي، امر مهم. يعني محمود هسألك سؤال اخير، هل تعتقد ان ممكن كابتن عصام الحضري يشارك في مباراه السعوديه بما ان خلاص ما فيش امل لمنتخب مصر، وبالتالي فرصه للكابتن عصام انه يحقق حلمه ويشارك في كاس العالم؟ اعتقد بشده، اعتقد بشده ان عصام الحضري سيكون حارسا لمرمى منتخب مصر سواء كان اساسيا او على دكه البدلاء ويشارك فيما بعد. يعني محمود شوقي بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا في قناه الاهلي والناقد الرياضي، يعني سمعنا منه كابتن شريف الاجواء من ارض الملعب، واتكلم يعني كلنا في الاخر بنتكلم على نقد المنتخب مصر لكن نقد بناء، وبالتالي اكمل مع حضرتك. لكن مستر هيكتور كوبا في المؤتمر الصحفي اتكلم وقال ان هو مش راضي طبعا عن الاداء، وان اداء منتخب مصر كان يؤهل المنتخب ل يعني نتيجه افضل من كده، لكن زي ما احنا اتكلمنا على عده نقاط، منها المجهود البدني ومنها الضغط ومنها تشتيت لاعبي المنتخب. وبالتالي نرجع لكلام حضرتك على الشوط الاول، وقلنا ان منتخب مصر اداؤه كان مميز، منتخب مصر راح يعني باكثر من كوره، كوره محمود حسن تريزيجيه، بعديها كوره محمد صلاح، لكن حضرتك قلت ان محمد صلاح يعني بقى له فتره بعيد، فحتى هو كان بعيد عن الالتحامات، هل حضرتك شايف ان وجود محمد صلاح هجوميا اثر على نص ملعب منتخب مصر دفاعيا، بحيث ان كان في بعض التغطيات العكسيه من النني في وجود محمد صلاح، فبالتالي يعني خلى وسط ملعب منتخب مصر مش بالقوه اللي شفناها في ماتش اورجواي، علشان سبب بسيط جدا، طبعا حضرتك عارف ان عمرو كان بيلعب، فكان هو مروان وعمر وعبد الله السعيد وتريزيجيه كان الاربعه بيرجعوا يغطوا. ده حقيقي، يمكن انت قلت نقطه مهمه جدا، حته ان النني هو اللي كان بيعمل كفر ورا محمد صلاح، بيعمل مثلث بالعرض بحيث ان هو يعمل كفر، لو صلاح راس المثلث سبت لفوق فبيضطر النني يقفل مكانه، مكان مع فتحي بيعملوا كفر الاثنين في المنطقه بتاعت محمد صلاح، فبيحصل فجوه في وسط الملعب نتيجه طبعا النني ساب مكانه وراح، فيضطر طارق حامد يرحل طبعا خلاص، فبدا يبقى فيه عدم اتزان وعدم ترابط في الخطوط الاماميه بالذات، لان انت الملعب كله عباره عن ثلاث تتلات بتقسمهم، لما يحصل صلاح لا يعني محمد خلانا لينا شكل النهارده طبعا، مروان محسن في كورتين ثلاثه، الرهبه رهبه ده حقيقي روسيا من محمد صلاح. مروان انا عاجبني مستواه جدا النهارده، بيقاتل على كل كوره، الكوره العاليه كلها واخدها، مستحوذ على الكور، سبورت كويس قوي لينا، محطه ممتازه، راس حرب على اعلى مستوى النهارده. مروان بيرد على الناس كلها بشكل كويس في الملعب. لسه ما كنت اسالك، طب الناس حضرتك مروان محسن في ماتش اورجواي ما جاتلوش يعني ما جالوش مسانده بالشكل اللي كان موجود النهارده، فيعني فانا عايز اعرف راي حضرتك ايه، هل فعلا مروان محسن اورجواي يعني انا بتكلم على، اتفضل حضرتك، احنا في اورجواي ما جالناش ولا ضربه ركنيه، انا ده اللي بتكلم فيه تقريبا، الناس بتحكم على مروان محسن لا ان هو ملوش وجود، ازاي ما بينزلش يستلم، طب هو ايه اللي حصل مختلف عن ماتش روسيا من ماتش اورجواي عشان نقول ان مروان كويس، لما حصل ان في مسانده بدا مروان يستجيب بالظبط، ظهر عبد الله في بعض الكرات، تناقل الكرات القصيره بين عبد الله وتريزيجيه وبيجي من تحتهم النني يوديها لمحمد صلاح، بدل يتبادلوا الكرات القصيره في منطقه ال 18 بتاعه الخصم، فدي كلها ادت الروح لمروان محسن. مروان بقى الكره عاليه، التحامات واخدها كلها، اتنين كورنر من ناحيه اليمين من عبد الله السعيد، الاثنين واخدهم هيدرز تمام، المحطات كلها سبورت لينا، الكوره عملها فنت لمحمد صلاح، والكوره اللي هو عمل لها فنت ممتاز، ومحمد راوغ الراجل وحطها فيرست تايم مره واحده كانت هتيجي جون. فخلينا نتكلم مروان محسن من افضل اللعيبه اللي موجوده النهارده بالذات في الشوط الاول، يمكن على مجمل الماتش لغايه ما غير، لان هو جاله كرامب كمان في اخر الماتش انا شفته واحنا بنتفرج فوق، انا قلت لك ان الراجل ده جاله كرامب من كتر المجهود الزياده طبعا. محمود تريزيجيه كان عنده بعض الحلول النهارده، الراجل حاول مجهوده عالي جدا، لكن انا محمود كان عليه ستريس رهيب، اللي هو لدرجه ان هو في اخر الشوط الاولاني بقول لك المجهود البدني اللي عمله وقع لوحده شوط في اخر الشوط الاولاني بالظبط، بس يا كابتن شريف ده مجهود بدني عالي وكمان عليهم ستريس العصبي اللي بقول لك عليه بقى. طب مش غريب يا كابتن ان نفس اللاعب يحصل له كرامب مرتين في مباراه اورجواي ومباراه روسيا؟ هل دي فيها علامه استفهام ولا حضرتك شايف ايه؟ محمود من اللعيبه اللي ما بيبخلش بمجهوده تمام، محمود صغير
بس هو محتاج يوزع مجهوده ويقنن مجهوده كويس بشكل كويس، ان هو ساعات في كور ما يبقاش فيها عامل دريبلنج، لان انا ما اروحش كل كوره عايز اخدها باثنين ثلاثه واعمل دريبلنج واعدي منهم، فلازم ابقى ذكي. او محمود نضج كتير جدا، انا تريزيجيه خلي بالك كان معايا في ناشئين الاهلي واتمرن معايا فتره كبيره وشارك معايا في الفريق الاول وانا موجود في الاهلي، فانا عارفه كويس جدا. محمود ما شاء الله اتطور بشكل كبير جدا، دلوقتي افضل لعيب في تركيا السيزون اللي فات وهداف فرقته، فالراجل عامل سيزون على مستوى اتطور. انما الكوره محتاجه تطوير دايما، محتاجه نضوج دايما دايما. محمد صلاح عندنا مثال، محمد صلاح كان عنده مشكله في روما، الفينش الاخير ما كانش عنده فينش، سبليتي عمل معاه في روما طفره. دلوقتي محمد صلاح بسم الله ما شاء الله اي انفراد بالزبط. يعني لو جاله 10 كور هيجيب منهم 9. المدرب اللي بيروح له هنا الفرق، المدارس اللي انت بتتعامل معاها، اذا كان كلوب او سبليتي في روما او كلوب في ليفربول، الاثنين عندهم الاليه ازاي ان انا اطور اللعيب، امكانيات اللعيب اللي معايا. كلوب ده لما جم يسالوه بيقولوا له انت ليه ما اتعرض عليه ريال مدريد ما رضيش يمسكها، مانشستر يونايتد ما رضيش يمسكها، ليه الفرق الكبيره دي؟ قال لك انا ما بحبش اتعامل مع النجوم، انا احب اصنع النجوم. طبعا شفت الفرق هو يعني عمل صنع نجوم مع بروسيا بالظبط كده. فعندنا مثال حي اللي احنا شايفينه ومحمد صلاح اللي احنا عارفينه كويس قوي، هو ده كلوب اللي عمل محمد صلاح بالشكل وطوره بالشكل الجميل ده. فخلينا في محمود تريزيجيه. محمود تريزيجيه ما بيقننش مجهوده بشكل قوي، ما بيبخلش مجهوده في اي كوره. خلي بالك محمود لو عامل سبرنت 50 متر ولا 40 متر وكرة اتقطعت منه بيرجع يرد تاني. لو تلاحظ حتى ان هو بيرجع في المجهود البدني ما بيبقاش قادر يقف على رجله في النواحي الدفاعيه. فالراجل حاسس بالمسؤوليه. ده بالعكس هو ده ما بيقللش من محمود، بالعكس ده الراجل رغم تعبه الشديد ده بيرجع وبيقف في مكانه تاني. فدي احنا دي روح محمود تريزيجيه، راجل عنده طبعا روح وما بيبخلش في الملعب. فهو محتاج تطوير في ادائه البدني وكيفيه توزيع مجهوده داخل الملعب. ده بالنسبه لمحمود تريزيجيه. عندك النني وطارق حامد لعبهم كلاسيك قوي، عايزين اللعيب، عايزين حسني عبد ربه، عايزين محمد شوقي مثلا، ما فاهمني، عايز واحد ياخد الكره يعمل دريبلينج من قدام ياخد بيها خطوات شويه. لعيب يعني النني لعيب كويس جدا، طارق حامد لعيب على اعلى مستوى، فايتر النني بصيص على اعلى مستوى، ما فيش ميس باص بيطلع منه. لكن عايزين لعيب لازم يبقى عنده القدره ان هو يقدر يتحرك بالكره ينقلني. عندنا على المستوى ده موجود عندنا النادي الاهلي عمرو السوليه، لعيب هايل بيتطور بشكل ملحوظ، ولعيب عنده ثقه في نفسه وعنده كاريزما انه يقدر يعمل ده. كان نفسي يبقى متواجد بس صعب حضرتك، صعب طبعا عشان مستر كوبر انت عارف ان هو لا انا بتكلم ان احنا عندنا امكانيات، انا طبعاً بتكلم في المستقبل نطور. يا جماعه لازم يبقى عندنا الفكر التطوير. لو ناس عندنا منتخب المانيا ده بيبني اجيال، عنده ثلاث بيطور منتخبات. يعني يا جماعه احنا هنفضل كده يعني هنفضل لغايه امتى عاملين كده يعني؟ لا طيب هنتعب طيب. عمر ما تطلعنيش في الحته دي عشان طيب. الموضوع ده متعب، انا عشان كده هنقي يعني هنقذك. خلينا في الفنيه. كريم احمد مراسلنا من اهلي الجزيره علشان نسمع ونشوف اراء اعضاء النادي الاهلي بعد خساره منتخب مصر من روسيا بثلاث اهداف مقابل هدف وخروج المنتخب من مونديال روسيا 2018. عمر، كل مشاهدينا وطبيعه قناه الاهلي في كل مكان، كابتن الكبير الكابتن شريف عبد الفضيل، اكيد بنقول هارد لك. اكيد النهارده المنتخبنا الوطني كان عندنا امل كبير اكيد النهارده ان احنا نحقق نتيجه ايجابيه بغض النظر طبعا عن هدف نجمنا الكابتن محمد صلاح. عايز اقول لك هنا في النادي الاهلي الجزيره كانت الاجواء رائعه جدا، الساعه 2 الظهر كانت يمكن النادي ممتلئ على الاخر، زي ما بنقول النهارده كان عائله النادي الاهلي بتشاهد مباراه مصر وروسيا. معايا كمان احد اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، بنقول هارد لك النهارده اكيد لمنتخبنا، لكن بشكل عام زي ما بنقول النهارده عائلة النادي الاهلي كانت مجتمعة بتشاهد المباراة في مقر الجزيرة. الاول ده شايفه ازاي وتابعة المباراة ازاي؟ احنا كنا جايين نفرح وجايين عندنا امل كبير جدا في المنتخب، بس للاسف خيبة امل كبيرة جدا ما كناش متوقعينها بصراحة. المنتخب الروسي كان يعني على ارض الواقع كان في المتناول، بس ما توقعناش خالص ان احنا للاسف في الشوط الثاني يحصل اللي حصل ده، كلنا صدمنا صدمة كبيرة بجد للجماهير المصرية كلها. كله كان جاي يفرح وكان كنا جايين وعندنا امل كبير جدا ناخد ثلاث نقط ونكمل في المجموعه، لكن للاسف خيبت امل المنتخبات العربيه كلها مش مصر بس، شفنا المغرب وشفنا تونس امبارح قدام انجلترا. للاسف خيبه الخبره نقدر نقول اللي هي كانت سبب في المنتخبات العربيه بالذات ان احنا يجي فينا اهداف بالطريقه دي او كمان في اخر دقيقه، شايف ان دي قله خبره شويه من منتخباتنا؟ اكيد طبعا اكيد، بالذات خط الدفاع في اخطاء كبيره جدا في التمركز، يعني الخطا الاولاني احمد فتحي والخطا الثاني برضه غلط برضه في التمركز، ما فيش خالص تمركز صح. وللاسف برضه حتى خط الهجوم للاسف برضه في مش قريبين من بعض. محمد صلاح برضه نازل خايف لسه راجع من الاصابه، ما قدرش نحمله طبعا المباراه كلها،
طبعا. وانا شايف سوء كمان في التغييرات، التغييرات برضو ما كانتش واضحه وما كانتش في التوقيت الصح. يعني في تغييرات يعني كان المفروض في تغييرات بدري عن كده، مروان محسن كان ممكن بدري عن كده. هارد لك الحمد لله. مستمرين معاكم كمان، معانا احد اعضاء الجمعيه العموميه. قول لي النهارده تابعت المباراه ازاي؟ شفت الجيم ازاي؟ كان عندنا امل النهارده ان احنا نكسب، لكن قول لي شفت الجيم النهارده ازاي؟ والله احنا لعبنا شوط، يعني الشوط الاول 10 على 10 ما عرفناش نحط جون، هم لعبوا خمس زي حطوا ثلاث اجوال. بس بصراحه احنا عايزين واحد ثاني زي حجازي ورا بامانه، يعني حجازي ده خساره ان هو يمشي من الاهلي يعني حاجه. قول لي شفت النهارده محمد صلاح ازاي واحرازه الهدف؟ وشفت النهارده محمد صلاح كان ليه تاثير ولا لا؟ يعني محمد صلاح رجع من اصابه برده وما عندوش حساسيه المباريات برده، يعني مش فاهم، بس برده جات له كذا فرصه ما عرفش يهدف، والحمد لله على كل شيء. مستمرين معاك زميلي عمر، وزي ما انت شايف اراء الاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. زي ما بنقول النهارده يمكن عائله النادي الاهلي كانت بتتابع النهارده المباراه، لكن كان عندنا امل ان احنا نفوز نحرز اهداف. قول لي النهارده شفت الجيم ازاي وشايف تقييمك ازاي للمباراه؟ والله الماتش حلو كويس جدا، ابطال مصر لعبوا رجاله وعملوا اللي عليهم، لكن انا بقول النهارده اللجنه المنظمه كافئت روسيا النهارده عشان تنقل وتروح دور ال 16. النهارده اسوء حكم في البطوله ده، ولازم كل الناس تشوف كده، دفعه واضحه جدا والحكم ما اتكلمش، ضربه جزاء حسبها بالعافيه، وبعدين ضرب لا الدفعه بتاعت احمد، الهدف الاولاني اللي عمل لنا الانهيار في الست دقائق دول، وبعدين ضربه جزاء حسبها بالعافيه، وضربه جزاء مروان محسن ما حسبهاش. ده حكم، ده اسوء حكم في البطوله جايبه لنا احنا عشان روسيا تكمل، يعني حرام. لكن اللعيبه لعبت وعملوا اللي عليهم، ولا يسال الشناوي راجل ما يقدرش ما يسالش عن هدف، ولا احمد فتحي حجازي عبد الشافي، اللعيبه كلهم عملوا اللي عليهم، لكن برضو لازم كوبر يتغير، لان احنا عايزين مدرب يعمل لنا كره هجوميه شويه، يختار عناصر شباب اكتر احسن من كده. والحمد لله يعني برضو، وربنا يسهل ماتش السعوديه بقى يطلع، او بين اثنين اشقاء يعني يطلع ماتش رياضي وكويس وخلاص، يعني يلعبوا ماتش للمتعه مش لاي حاجه تاني. شكرا يا شاكرين جدا. مستمرين معاك زميلي عمر، زي ما بنشوف طبعا اراء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي، الكل طبعا كان عنده امل كبير ان هو يفوز النهارده. زي ما بنقول منتخب روسيا كان في المتناول. قول لي النهارده شفت المباراه ازاي وتابعت المباراه ازاي؟ وزعلان اكيد النهارده ان احنا اتغلبنا. الحمد لله على كل شيء، ربنا الحمد لله النهارده وفقنا في الجول بتاع محمد صلاح، وان شاء الله يعوضها ان شاء الله الماتش الجاي. والحمد لله النهارده محمد صلاح لسه طالع من الاصابه، فيعني لسه بيلعب. قول لي ايه اللي عجبك النهارده في الماتش؟ مين شفت النهارده كان كويس غير محمد صلاح؟ تريزيجيه ضيع كوره حلوه في الشوط الاول، يعني كانت حلوه ما كانتش وحشه، الماتش يعني كان حلو، ان شاء الله ربنا يوفقنا باذن الله. قول لي عايز تقول لكل اللعيبه بقى الفتره اللي جايه لسه كمان مباراه السعوديه، عايز تقول لهم ايه؟ عايز اقول لهم ربنا يوفقهم ويكسبوا حتى ماتش السعوديه. شكرا. زي ما بنقول طبعا مجهود كبير كان لمنتخبنا الوطني، كان عندنا امل كبير زي ما بنقول النهارده في مباراه روسيا، لكن المباراه القادمه مباراه السعوديه لسه كمان مباراه السعوديه ان شاء الله النادي الاهلي يؤدي اداء رائع. يمكن كمان عايز اخد الاعضاء الصغيرين اللي هم عندهم يمكن اشتياق كبير جدا للمنتخب الوطني وللنادي الاهلي. قول لي النهارده تابعت المباراه، شفت المباراه النهارده ازاي، وعايز تقول لي النهارده بعد المباراه؟ يعني احنا كنا في الاول في الشوط الاول كنا بنلعب حلو، وتريزيجيه كان عامل اداء شويه وكورتين في يعني، لكن محمد صلاح دخل وضغط شويه يعني حسينا ان في اداء، لكن الشوط الثاني حصل حاجات ثانيه خالص، بقينا حسينا ان في استهتار شويه، واحمد فتحي مش عارف اقول له ايه. طيب واللعيبه يعني عمرو مرده نزل عمل شغل حلو كويس، وحكم طبعا مش عارف اقول له ايه، كره ضربه جزاء والكره الثانيه ما حسبهاش، يعني احنا كان في سوء حظ النهارده يعني. قول لي طيب هتقولي للعيبه قبل مباراه السعوديه؟ لسه كمان مباراه السعوديه ان شاء الله نكسب فيها، لكن عايز تقولي للعيبه منتخب مصر؟ مش هقول لهم غير كلمه واحده، فرحونا بس مش اكتر من كده. قول لي شفت النهارده المباراه ازاي، وعايزه تقولي ايه النهارده بعد المباراه؟ وقولي لي كمان تابعت النهارده المباراه ازاي في النادي الاهلي؟ كانت كويسه، بس المنتخب يعني كان يعني ما كانش حلو كويس، بس يعني كانوا بيلعبوا كويس، ومحمد صلاح فرحنا، ويا رب يفرحنا على طول يا رب، والماتش الجاي يا رب يكسبونا يا رب. الماتش السعوديه اللي جاي شايفاه ازاي، وتحبي تقولي ايه لكل الفرق قبل المباراه دي؟ لا ان شاء الله نفوز، ونقول لهم شدوا حيلكم شويه. كل الشكر اكيد والتقدير لكل اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. تصريحات اكيد زي ما احنا سمعنا الكل كان عنده امل كبير الفوز النهارده، كمان زي ما قلنا منتخب روسيا كان في المتناول، لكن زي ما بنقول ان شاء الله مباراه السعوديه يكون لنا هدف كمان ان شاء الله نحرز عدد من الاهداف. فرصتنا طبعا ضعيفه جدا في التاهل، لكن زي ما بنقول مفيش مستحيل في كره القدم. النهارده كان يوم رائع هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره، زي ما قلنا عائله النادي الاهلي كانت تتابع اليوم مباراه مصر وروسيا. النهارده كان في عدد كبير جدا، عايزين طبعا نوجه التحيه اكيد للعميد محمد مرجان مدير
النادي العميد علاء مدير الامن. النهارده كان في عدد كبير جدا 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 بدون اي مشاكل كالعاده في مباريات مصر مباريات النادي الاهلي. ان شاء الله زي ما بنقول زميلي عمر المباريات القادمه لمنتخبنا الوطني تكون مباراه انتصارات ومباراه فرحه لكل الشعب المصري. عوده ليك زميلي عمر وكل مشاهدي قناه الاهلي. بشكرك كريم، شكرا جزيلا على وجودك في مقر النادي الاهلي في الجزيره، وكانت اكيد طبعا اجواء رائعه لكن للاسف لم تكتمل بفوز المنتخب المصري، وزي ما احنا تابعنا وشفنا المنتخب بيخسر بنتيجه 3-1 وبيودع مونديال روسيا 2018. يعني كابتن شريف خلصنا الشوط الاول، منتخب مصر خرج بتعادل سلبي، شكل منتخب مصر احسن، كان في بعض الهفوات وبعض الغلطات لكن الحمد لله ما دخلش في منتخب مصر اي اهداف، ومنتخب مصر حاول في اكثر من محاوله انه يسجل هدف لكنه فشل في التسجيل. وخلاص يعني مستر هيكتور كوبر دلوقتي مع لعيبه منتخب مصر بين الشوطين، ومنتخب مصر بيستعد للدخول للشوط الثاني المفروض يعني بمعنويات افضل وبلياقه بدنيه افضل، ويعني الحال كله يعني لعيبه منتخب مصر نازله بشكل ايجابي. ايه بقى اللي حصل يا كابتن شريف يخلي منتخب مصر في اول 3-4 دقائق هدف عن طريق طبعا خطا احمد فتحي خطا في مرمى، ثم طبعا انهيار تام وكامل في دفاعات منتخب مصر، هدفين بطريقه ساذجه، اخطاء يعني يا كابتن شريف يعني لحد امتى مش هنتعلم من الاخطاء اللي بنقع فيها؟ بص يا عمر، يمكن خلينا نبدا بكلامنا في الاول حته احنا ليه الشوط الثاني دخلنا بالمنظر ده. خلينا ارجع للحاجات السلبيه اللي كلها تمام والاسترس العصبي والمجهود المجهود مع الاسترس العصبي يولد اللي انت شفته ده. تمام، اللعيبه مش قادره تشيل رجلها في الملعب، خلاص تعبت بدنيا، استهلكت تماما، مفيش طاقه، مفيش باور. فالجسم لما بيتعب المخ خلاص، ما انت عندك اشارات في عقلك بتديك فانت مش قادر تنفذ لان الجسم خلاص تعب. اللاعب اصلا لو نفسيا عنده مشاكل مش هيعرف يأدي في الملعب كويس. بص، بنسب كبيره جدا هي لعيب كره القدم عباره عن تركيز. تمام، خلاص انت التركيز ده جزء من الثانيه بيهرب منك، خلاص بقى في مشكله كبيره عندك. خلينا نشرح الجون الاولاني بتاع احمد فتحي. تمام، خلينا احمد فتحي الجون الاولاني ده انا شايف ان هو الراجل كره سوء توفيق تماما. كره من البدايه اصلا محمد الشناوي بوكسنج المفروض كان في حلول اكتر. عنده حلين، يا اما هياخدها بشكل كويس ان هو ممكن يستحوذ على الكوره بشكل كويس، او بوكس يبقى اعلى من كده في مكان ابعد من كده. طبعا ارتدت للاعب روسيا، حطها تاني في ال 18 بكروس، بس كروس على الارض، كره عامله بند قبل ما تيجي لاحمد فتحي خلاص، وخبطت نقول في تحت الركبه على طول عند منطقه القصبه كده او تحت الركبه بحاجات بسيطه. تمام، فلفت بالشكل اللي احنا شفناه. فانت تشوفها بالمنظر ده، انا فتحي على فكره ده حاجه فيها سوء توفيق غير طبيعيه. تمام، يعني خلينا ننظر احمد فتحي في طبعا الموضوع ده، ودي اخطاء وارده في كره القدم وده شيء طبيعي جدا. تمام، فمش عايزين نشيل احمد فتحي جزء يعني نحمله. لا طبعا، الهدف بشكل كبير ان ده سوء توفيق يعني. نتكلم بقى على الاحداث الرئيسيه او عدم يعني الاخطاء الدائمه في منتخب مصر. احمد حجازي وعلي جبر لعيبه ادوا على مستوى عالي جدا الفتره اللي فاتت في ماتشات كتيره جدا، مباريات كتيره جدا، والاثنين دول طالعين من ناشئين نادي الاسماعيلي على ايدي. تمام، فانا الاولاد دول لعيبه كويسه جدا وممتازه وبيلعبوا تقريبا في انجلترا، فالناس دي على اعلى بس مستوى. بس كابتن احمد حجازي لاعب موسم كامل في انجلترا. علي خلينا نتفق، شارك فيه بالظبط 6 شهور اللي شارك فيهم في الدوري الانجليزي. علي راجل كان بيلعب سكند تيم دايما وبيبقى متواجد بعيد عن التشكيل خلاص. علي جبر، انما حجازي راجل المفروض بقى انت خدت خبرات. تمام، منتخب مصر وبتلعب في الدوري الانجليزي وفي انديه كمان عايزاك لانك اديت بشكل كويس. طيب نبص على الاخطاء بتاعتك بتاعت حجازي، اخطاء كلها متكرره ونفس الكلام. انا اساسيات الفيرويد دايما لما بيبقى في كروسنج من الجنب او لونج باس لازم ابقى شايف الفيرود والكوره في نفس الوقت. انا دايما عندي بلاحظ الخطا ده عند احمد حجازي، دايما دايما بيسيب الفيرود في ظهره او ما بيبقاش شايف الفيرود، ودي اتاكدت لنا اكدت اللي بقوله في الجول الثاني بالذات لما اتعمل الباك باس هو موجود في الست يارده. انا في الست يارده هعمل ايه؟ في على الارض القريبه انا بشوف اقرب مهاجم عندي وبطلع عليه اقفل عليه، اعمل عليه بلوك. مظبوط، ببص الكوره من بدايتها انا راقبته كويس جدا، ببص لقيت حجازي الراجل كان قريب، اول ما الكوره اتلعبت لقيت حجازي بقى هنا والراجل بقى هنا، ده اللي بتكلم عليه. ايوه، في الجون الثاني يعني حضرتك تلاحظ ان النني جه من بعيد حاول يعمل تاكلنج يلحق. الجمهور اللي بيتفرج قالك ده هدف مين؟ النني هو اللي غلطان فيه، لكن لعيبه الكوره لا طبعا. بص احنا بنشرح بقى بالظبط، عشان كده انا بحب يعني اشرح للناس ان احنا
المفروض يحصل عمليه ترحيل، يعني احمد فتحي وحجازي واقفين جنب بعض، كان في اثنين لعيبه من المنتخب فتحي قافل مع اللي بره مظبوط، حجازي لازم عينه على الراجل القريب ليه بيروح يعمل عليه بلوك عشان يقفل. الناس مش هتفهم الكلام ده. احمد حجازي في الجون الثاني، الجون الثاني هو اللي هو الهدف الثاني، لونج باس اتعمل خلاص كره عدته، انت ايه التقدير ده؟ دي مش اول مره حجازي يخطئ في تقدير الكوره، في الذات في الكرات العرضيه دايما بنلاقي راجل عمل عليه جامبنج ويسجل هدف من فوقه، ودي مشكله. انت حجازي المفروض طويل، لازم يتمرن بشكل كويس ازاي يطلع من الارض من الثبات، دي مشكله كبيره عند حجازي ودي مش اول مره. تاني حاجه دايما بيسيب الاسترايكر وراه في ظهره، ودي مش اول مره يعملها. ماتش البرتغال في الهدف ماتش البرتغال وفي نهائي افريقيا وفي الماتش الاوروجواي نفس الكلام، الراجل ركب فوق وحط جول، ودي مش اول مره يعملها. طيب هل ده حضرتك يا كابتن شريف لما حضرتك بتقول دلوقتي هو مش اول مره، هل ده خطا من المدير الفني انه مش عارف يطور لعبته او مش عارف يصحح الاخطاء، ولا هي دي القماشه اللي موجوده فبالتالي لازم يلعب على كيف يتدارك الخطا؟ بمعنى دلوقتي منتخب مصر مشكلته في الكرات العرضيه، فهل انا دلوقتي ما عنديش غير اثنين مساكين انا شايفهم ان هم دول اعلى خامه عندي، فبالتالي امنع الكرات العرضيه ان هي تتلعب، ولا افكر في وجود بديل ل يعني واحد من الاثنين مساكين عشان يساعد الثاني في الكرات العاليه التمركز والضربات الراسيه؟ لا بص، احنا مستر كوبر راجل مش هيقعد احنا مش لعيبه صغيره، انت لعيب بتاع منتخب مصر وبتلعب في اعلى دوري في انجلترا، بكلمك حجازي من اللعيبه الكويسه جدا، واحنا قلنا الاخطاء دي وارده في كره القدم وكل اللعيبه بتغلط، مفيش مشكله خالص. تمام مظبوط. احنا بنتكلم عشان نتعلم بعد كده. تمام. ما احنا كابتن انا حجازي فترة. حجازي حجازي لازم يتمرن مع نفسه على ده. تمام. لازم يبقى شايف الفيرود وشايف الكوره، خلي بالك دي مش اول مره، لازم السيرد باك دايما يقف بزاويه ميل عشان ابقى شايف الكوره بشكل كويس جدا من الزاويه دي، وشايف الفيرود اللي انا لازم ابقى اخليه في وسطي هنا عشان ابقى شايف ملكه وملك الكوره بشكل كويس. الكوره جايه لي في المسافه القريبه اقدر انا اقطع قبله، جايه لي جنبي على الاقل هضايقه. هي دي كره القدم، ده اللي اتعلمناه في مواقف الدفاعيه بالذات. الحاجات دي مهمه جدا في كره القدم، فحجازي المطلوب منه ان هو يطور من نفسه. اصلا انا مش هاجي، معلش مستر كوبر، انا راجل منتخب، مدرب منتخب مصر، مش هاجي احفظك لسه اساسيات. انا اللي بتكلم فيها دي يا عمر اساسيات كوره، انا بتكلم اساسيات مدافع، ما ده اللي مضايقني. يعني يا كابتن انت عارف ان منتخب مصر في 2018 لم يحقق اي فوز، يعني منتخب مصر في سنه 2018 في كل اللقاءات الوديه يعني او الرسميه لم يحقق اي فوز، لكن كابتن شريف دخل في منتخب مصر الهدف الثاني بعد وقت، يمكن اول احرز في الدقيقه 47، بعديها يمكن ب 8 دقائق ولا في الدقيقه 59 منتخب روسيا بيحرز هدف ثاني في وقت قليل جدا، وقلنا ان منتخب مصر يعني ممكن يلحق يفوق ويقدر يجيب هدف او يتعادل، لكن اتفاجئنا يا كابتن شريف بهدف ثالث. بيحصل عمر التشتيت الذهني بقى، خلاص انت في مرحله تشتيت ذهني، انت مخضوض من الجون الاولاني فمش قادر تتلم، مع المجهود البدني الزياده، مع الاسترس العصبي اللي عليك، انت بدنيا وقمه تركيزك بقت تقريبا 50%، خلاص بل بالعكس المعدل بتاعها بدا ينزل. وخلي بالك انت كان روسيا قادره تجيب تاني، وده اللي كنت اقول لحضرتك عليه، يعني كمان كانت قادره تجيب تاني في الحاله النفسيه اللي هي وصلت ليها اللعيبه. روسيا كانت خايفه في البدايه من منتخب مصر، كانوا بيلعبوا زون، كانوا عاملين منتخب مصر الف حساب زي ما حضرتك شفت في الاول. روسيا يعني لو بصينا على نسبه الاستحواذ اصلا مجمل الاحصائيات، ان مصر في المجمل استحواذها 52%، روسيا 48%، فمعنى كده ان روسيا كانت نازله عامله لمصر الف حساب، وانت كنت تقدر لو كنت يعني فكرت في المباراه بشكل افضل من كده كان ممكن ان انت تكسب. انا بص كان نفسي مستر كوبر بقى يغير التكتيك بتاعه في الملعب نفسه، هنا بقى المدرب الشوط الثاني بالذات يبقى ليه دور. انا لما الاقي اللعيبه بتاعتي بدنيا وذهنيا خلاص تعبانه مش قادره، لازم اعمل تكتيك، لازم انشط الناحيه دي، لازم يبقى في تنشيط مني انا كمدرب. ما انا الدور الثاني الشوط الثاني بالذات ده المدرب لازم يبقى له بصمه بدري، انا ببقى قاري شايف اللعيبه بتاعتي ذهنيا وبدنيا ونفسيا وقمه التركيز بتاعها وصل لفين، خلاص يبقى انا لازم يبقى لي دور في الوقت. تمام. ده كان لازم يحط بصمته بسرعه، لازم يعمل اي تغيير، اغير طريقه اللعب. طيب هل دلوقتي مستر هيكتور كوبر بعد ما بدا ان هو يفكر بعد ما دخل فيه هدفين يمكن في اقل من 10 دقائق، وبالتالي يعني الراجل اللي هو اتشتت هو كمان ثلاث تغييرات، وجود عمرو ورده وجود رمضان صبحي وجود كهربا، هل حضرتك شايف ان الثلاث تغييرات دول كانوا يعني هم دول الانسب؟ عمر احنا قاعدين وعارفين ان ده اللي هيعمله،
فين انا دوري انا كمدير فني؟ انا عايز اعمل طفره هجوميه عندي، ازود كثافه هجوميه في الاثنين في القلب مثلا، انت فاهم؟ ما احنا هنرجع تاني لنقطه ان انت ما فيش سترايكر تاني معاك، ليه بتعمل كده؟ انت فاهم انا قصدي؟ انا مش عايز طبعا اعمل لود على المدرب، خلاص اللي حصل حصل، بس انا برضو خلاص انا محتاجه في الوقت ده. يعني انت ومروان في قمه تركيزه ده في بدايه الشوط الثاني وانت عايز تكسب، لو كنت رحت جاي حاطط تاني سترايكر جنبه وغيرت طريقه اللعب نفسها. انا عندي مشكله، عبد الله سعيد انا مفتقده في الناحيه، مش شايف الباص بتاعه موجود، مش شايف عبد الله بيعمل لي دريبلينج وشوتنج. عبد الله في الماتشين ما شافش شوط على الجون، مش موجود. طيب اسالك قبل ما نروح لتقرير مهم معانا من اهلي الجزيره، هل وجود عبد الله السعيد في الدوري الفنلندي ممكن يكون دوري مش قوي هو ده اللي مأثر عليه في الفتره الاخيره؟ لا، عبد الله حصل يعني الفتره الاخيره حصل الاجواء اللي حصل دي طبيعي ياثر ويشوفه بالمستوى اللي احنا شايفينه ده، وكان ده طبيعي انه يحصل اللي هو فيه عبد الله بالاحداث اللي حصلت كلها. طبعا بقى موجوده في الدوري الفنلندي متوسط المستوى، ده طبيعي. ويعني يمكن دايما اللي كان بيبرز عبد الله هو محمد صلاح. محمد صلاح طول ما هو فت كان، يمكن الحمد لله كان المنتخب بيظهر بشكل، يمكن محمد صلاح هو اللي خلى لينا شكل كمان الشوط الاولاني طبعا، وشكل هجومي طبعا. انت يعني في وجود صلاح النهارده انت اكتر ماتش هو الماتش ده اللي ليك وجود على الماتش وتواجد هجومي، غير كده انت مالكش خلاص. فهو محمد صلاح بصراحه احنا بنتكلم في 80% من قوه المنتخب يعني. طيب لسه مكملين وتحليل مباراه مصر وروسيا في المونديال، ولكن هنروح لتقرير من نادي الاهلي الجزيره علشان نسمع ونشوف اراء الاعضاء اللي لسه مكملين معاهم في تحليل مباراه مصر وروسيا. المنتخب خسر من روسيا 3-1، لكن عايز اعرف تعليقك على النتيجه وشفت المباراه ازاي؟ والله هو الفريق لعب كويس الشوط الاولاني، بس يعني نزلنا الشوط الثاني الثقه ما في يعني خليتهم ان هم يتغروا تقريبا، ده توقع يعني ان هم شويه يتغروا. فاللي حصل يعني ان احنا ارتبكنا، جه اول جون غلطه من احمد فتحي، بعد كده الصفوف كلها ارتبكت، جه الثاني في الثالث وما عرفناش مين مسؤول عن الخساره. يعني شفت الخساره سببها مين؟ لا التيم كله، مش واحد بعينه يعني. برضه واخد وجهه نظرك، يعني هل في حد تسبب في الخساره النهارده، سواء في تغييرات المدرب اتاخر في التغييرات، الاداء التكتيكي، ما عندناش استراتيجيه في الهجوم بتاع منتخبنا عبر ماتشات كبيره مش ماتشات النهارده بس؟ بص هو انا شايف ان هم الشوط الاولاني احنا لعبنا كويس جدا، لكن الشوط الثاني اللعيبه لعبت بنفس الطريقه، وانا كنت شايف ان احنا مش عارفين نهجم عليهم بنفس الطريقه دي، فما عرفناش عشان كده نهدف، فهو ده اللي كان عامل المشكله. وانا شايف ان في امل يعني، بس امل بعيد شويه وامل صعب. لا مش خرجنا، لا في امل انه ممكن يحصل ان احنا ندخل، اللي هو على اساس ان بكره السعوديه تكسب اوروجواي وده حاجه صعبه جدا، وروسيا تكسب اوروجواي برضو، واحنا نكسب السعوديه بفرق سكور، فساعتها احنا هنتاهل. طبعا عندك امل؟ انا عندي امل في ربنا بس مش اكتر. مين افضل لعيب النهارده في منتخب مصر؟ افضل لعيب في منتخب مصر تريزيجيه ووردة، رغم ان هو شارك في اخر 10 دقائق. ميرسي جدا. عايز اعرف تعليقك على النتيجه، شفت النتيجه ازاي وخساره وشبه خروج يعني المنتخب يعتبر خرج من كاس العالم؟ بص طبعا احنا تقريبا خرجنا يعني، بس في فرق كبير في المستوى يعني، كل واحد عمل اللي عليه والحمد لله يعني، خلاص مش هنقدر نلوم حد يعني. كنت تتوقع النتيجه؟ كسبنا، لو كنا كسبنا طبعا كنا هنقول ده افضل منتخب وافضل خطه وافضل تشكيل، بس خلاص يعني. كنت تتوقع النتيجه دي؟ لا طبعا كانش حد، كنا كلنا متفائلين يعني، كنا كلنا نفسنا نكسب يعني. ف كوبر وجهه نظرك ممكن يكون مسؤول عن الخساره، ولا شايف اداء كوبر مع المنتخب؟ ما انا بقول لك يعني احنا لو كنا كسبنا كنا هنقول ده افضل مدرب وافضل تشكيل والكلام ده كله، فما بحبش يعني لما نخسر نفضل ننتقد او نهاجم فيه. رايك ايه في الماتش؟ هو عشان احمد فتحي لما جاب جون في نفسه، هي روسيا خدت الثقه ان هي تقدر تجيب جونين كمان، وبس ما على الاقل مصر جابت جون يعني، برضه حاجه حلوه. التغييرات اتاخرت، شايف ان كوبر ما تعملش مع الماتش كويس؟ كان يعني المفروض كهربا ينزل، رمضان صبحي ما كانش ينزل، كان تريزيجيه يفضل يكمل الماتش، وكهربا كان ينزل من بدري بدل مروان محسن. كده خرجنا بنسبه كبيره، ولا انت شايف المنتخب ممكن يعمل حاجه في ماتش السعوديه؟ ممكن يلعب حلو يعني، هو لاعب حلو ضد روسيا، فاكيد يقدر يكسب السعوديه ان شاء الله. في اداء المنتخب النهارده والخساره من روسيا، شايف الماتش ازاي؟ جدا 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 جدا، وده مش اداء منتخب مصر في النهائي،
واللعيبه تايهه في الملعب ومفيش اداء ومفيش تكتيك ومفيش اي حاجه. التغييرات اتاخرت، الشوط الثاني بدانا بشكل وحش، ايه الاسباب؟ احنا بدانا الشوط الثاني والاول بشكل سيء جدا، يعني مفيش منتخب، انا من وجهه نظري ان مفيش منتخب، كوبا ده ضيع المنتخب بس، فاضل اللي انا اقول، ما عنديش حاجه ثانيه تتقال يعني. خرجنا يعتبر، لكن ماتش السعوديه ممكن يلعب يعني حفظ ماء الوجه، ولا انت شايف خلاص المساله بالنسبه لنا كده كل حاجه انتهت؟ حفظ ماء الوجه ايه بس، احنا والسعوديه مع السلامه كده بس خلاص. شكرا. برضو اسالك يعني شفت المنتخب النهارده ازاي والخساره من روسيا، وروسيا مش من المنتخبات الكبيره في العالم او حتى في كاس العالم، لكن خساره مفاجاه ولا كنت متوقعها؟ متوقع 1-0 يعني، نخسر 1-0 بس مش متوقع ان كوبر نفس اللي في دماغه طول الماتش. طب ما تسيب اللعيبه خلاص بقى، انت دلوقتي يعني كنت معتمد على خطه والخطه فشلت. احمد فتحي مع احترامي ليه طبعا بموت فيه كل حاجه، هي غلطه دفاعيه زي اي واحد يغلط عادي تمام. هو بعد ما الجون جه لعبوا احسن، خد بالك يعني بعد ما الجون جه فينا لعبوا احسن، في الاول ما كانش بيلعبوا كده خالص. بس هو يعني بس حاجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. بس اتمنى ان شاء الله في السعوديه بقى يسيب بقى الفرقه تلعب بمزاجها. مش كل هو مكتف الفرقه؟ هو مكتف الفرقه ومخوف الناس كلها في الفرقه ومفيش تغييرات، والتغييرات اصلا ورده انت نزل ورده دي. طب هل دي امكانيات لعيبه مصر ولا مصر عندها امكانيات اعلى من كده لكن كوبر ما بيعرفش يهاجم؟ لا يا امكانيات مصر ما اقدرش اقول لك امكانيات مصر ولا لا، يعني كايت كوبر طبعا المدرب ده مدرب احسن مني طبعا وعنده خلفيه اكتر مني، بس مش انا اللي بس الواحد اللي بتكلم عليه كده، العالم كله بيتكلم عليه كده، اللي هو بيهاجم بيدافع بس ما يعملش اي حاجه خالص. بس واتمنى ان شاء الله يبقى مدرب منتخب مصر غير كوبر ده خالص ان شاء الله المره الجايه. تسلم لك. برضه مستمر معاكم واسالك على النتيجه والخساره من روسيا، وجهه نظرك يعني خساره مفاجاه ولا كانت متوقعه؟ لا اخطاء ساذجه جدا من المنتخب المصري وسبب تغيير كوبر لتريزيجيه، مش ممكن يعني، الراجل كان بيلعب كويس، بتغيره ليه في الوقت دوت؟ كنا محتاجينه في الوقت ده جدا يعني، اكتر من رمضان صبحي. بعدين انت طلعته، بعدين حضرتك يعني كوبر نفسه العيال فيه اخطاء ساذجه بيعملوا، هم ادوا اللي عليهم، ما نقدرش نقول حاجه. بس للاسف الشديد الاخطاء دي ما يقعش فيها منتخب زي مصر يعني، بس الحمد لله. انت مسؤوليه كوبر عن النتيجه والمباراه، هل مسؤول؟ هو الاساس في الموضوع كله كوبر، تشكيل نفسه اللي منزله، الوضع اللي عمله، التغييرات اللي عملها، ما عملتش حاجه التغييرات، هي عملت ايه؟ غيرت ايه التغييرات ولا اي حاجه؟ ما عملناش حاجه، كنت سيبهم زي ما هم موجودين. عبد الله السعيد كان اولى واحد لازم يطلع في الوقت ده، في الوقت ده كان عبد الله هو اللي المفروض يطلع، ما يؤدي شيء خالص خالص، وما مونش صلاح باي شيء. نزلت كهربا من البدايه طيب عشان يمون صلاح يعمل اي حاجه، لكن ما فيش. المدرب ما بيعرفش يهاجم؟ لا لا لا، هو دفاعه للاسف الدفاع اخطاء منتهى السذاجه كلفتنا 3 جوان والحمد لله. الحمد لله. اولا انا اسالك عن المباراه والخساره من روسيا، يعني ماتش نتيجته مفاجاه ولا كانت متوقعه في ظل الاداء اللي بيأديه كوبر مع المنتخب؟ لا انا شايف ان المدرب هو اللي اخطا في الشوط الثاني بصراحه. اخطا لانه فجاه كان بيدافع الشوط الاول كويس، اول 20 دقيقه، بعد كده عملنا هجمات كويسه وكنا اللعيبه كانت رجاله بصراحه. بعد كده في الشوط الثاني لا، الشوط الثاني وبدا حتى يهاجم جامد، والباكين اتحركوا والدفاع ما كانش كويس واخطانا جامد، وروسيا اصلا مش جامده يعني، هي مش هتكمل. ومصر مصر كانت كويسه بس هو المدرب كان وحش جدا بصراحه، المدرب كان سيء جدا. تغييراته وطريقته؟ لا، عمرو ورده كان كويس وعمل فرق، محمد صلاح كان كويس لحد ما التغيير متاخره جدا، لكن المدرب كان سيء جدا بصراحه، لكن اللعيبه كانت رجاله بالظبط. برضه اسالك عن المباراه، يعني النتيجه بالنسبه لنا مفاجاه لان كنا متوقعين المنتخب بعد اداء اوروجواي يعمل حاجه قدام روسيا، وروسيا مش من الفرق الكبيره، فشايف الخساره والماتش ازاي؟ والله اللعيبه رجاله وعملوا اللي عليهم، لكن الحقيقه الخطط اللي محطوطه سواء في الماتش الاولاني او في الماتش الثاني يعني انا شايف انها خطط غلط. يعني طبعا انا مش متخصص ومش مدرب، بس يعني احنا طول عمرنا بنتفرج على كوره وشفنا كاس العالم قبل كده في 90 وشفنا الجوهري كان بيعمل ايه. فالحقيقه يعني المدرب ماشي بدماغه ترتيب. طيب عندنا ولا هو كمدرب مش واقعي وما بيعرفش يلعب بطريقه هجوميه؟ لا، كوبر ده ماشي بدماغه وعنيد وبيمشي اللي بدماغه وخلاص، وما بيهموش لا مصلحه فريق ولا مصلحه بلد ولا اي حاجه خالص. اخر سؤال، يعني من وجهه نظرك شايف المنتخب اجمالا في كاس العالم، شايف الاداء يعني متوقع وشايف الشكل كويس ولا الاداء كان سيء؟ لا، اللعيبه رجاله بس المشكله في المدرب. اللعيبه رجاله بس المشكله في المدرب. وطبعا كان المفروض يلزم محمد صلاح في الماتش الاولاني، طبعا كان يقدر يلعب، فرصه مش هتجيلها تاني اصلا.
يعني فرصه احنا كمصريين مش هتجيلنا تاني. لكن هو كمدرب ضيع ماتش اولاني وضيع ماتش تاني، ويا رب ما يضيعش ماتش السعوديه. فاعتقد المدرب لازم يمشي. كانت المجموعه سهله، كانت فرصه نتعدي الدور الثاني. طبعا كنت تقدر تتاهل طبعا لو كان بيلعب وخطه محترمه كان يتاهل. لو كان لعب زي خطه الماتش اللي فات كان يقدر يتاهل. لو محمد صلاح بيلعب، محمد صلاح من قال لي فرصه الكره بتجيله ممكن يجيب جون لو كان بيقفل صح وبيلعب. لكن هو من اول جون الماتش خلاص باظ. شكرا عليك. اتفرجت على الماتش وشفت الماتش ازاي؟ الحمد لله، يعني الحمد لله اللي حصل. ان شاء الله ربنا يوفقنا في بطوله ثانيه باذن الله، وكله خير باذن الله ان شاء الله. زعلان على النتيجه ولا زعلان على الاداء؟ لا الحمد لله هم عملوا عليهم، بس كان التوفيق بقى هو اللي كان ناقص. بس الحمد لله يعني هم عملوا اكيد اللي عليهم، بس الحمد لله. كوبر وادائه مع المنتخب والماتش النهارده تحديدا، شايف ان هو ضيع فرصه كويسه للتأهل من المجموعه دي في ظل ان هي مجموعه مش مجموعه صعبه؟ بس اكيد كان لي وجهه نظر ثانيه، يلعب هجوم احسن من الدفاع، بس طلع ان الدفاع كان احسن بكتير يعني الحمد لله. بس كان لنا بيلين ثانيه وما اتحسبتش، لولا كان لو شافوه في الفيديو كان اتحسبت. بس مين احسن لاعب في المنتخب النهارده؟ احسن لاعب مش عارف. لا مين اسوأ لاعب النهارده؟ كانش كويس النهارده في ما كانش في الفورمه بتاعته، كانش يعني ما كانش اداء كويس النهارده. بس شكرا. العفو. برضه معايا اسره مصريه كانت بتتابع المباراه في النادي الاهلي، عايز اسالكم يعني على المباراه، مباراه المنتخب امام روسيا والخساره. اولا كنت تتوقع الخساره والخروج بهذا الشكل بهذه النتيجه كمان قدام روسيا؟ لا طبعا، نتيجه كبيره جدا وما كانتش متوقعه خالص. كان متوقع ان احنا على الاقل يعني كان بيبقى فيه تعادل، لكن المنظر ده كان سيء للغايه. يعني مش هو ده المنتخب اللي احنا كنا متوقعينه، ومش هو ده اللي احنا كنا عايزينه. الاسباب ان احنا فريق تصنيفه اعلى من روسيا في التصنيف، وفرقتنا فيها من ناس مهاريين كتير ما استغلش دوت، وبرضه محمد صلاح اثر شويه لسه برضه رجوعه للمنتخب او الفتنس مش قوي. وهفضلك نعمل ايه؟ كوبر رايك كيف مستوى كوبر وادائه في افكاره مع المنتخب؟ لا يعني احنا طبعا يعني في اعتراض تماما على طريقه لعبه في المنتخب، ما فيش هجوم خالص، نفس التغييرات بتاعت كل مره، وما فيش برضه كنا شايفين قبل كده التغييرات دي ما عملتش حاجه، وبرضه بيعمل نفس التغييرات يعني ما فيش جديد يعني. اسال حضرتك الفكره، انتوا كلكم جايين لابسين تيشيرت منتخب مصر، حضرتك والزوج حضرتك وحتى ابني كمان لابس تيشيرت منتخب مصر، اتجمعتوا عشان تشجعوا، لكن للاسف يعني الخساره هي اللي خرجت بيها النتيجه. الحمد لله، هو الاداء ما كانش متوقع بصراحه، كان المفروض يعني كنا متوقعين اداء احسن من كده، وكنا نتمنى نفرح يعني، بس ما حصلش حظ يعني. فكره بقى ان انكم تلبسوا تيشيرت المنتخب مع بعض، يعني دي كانت فكره جمعتوها ازاي؟ لا جمعناها قلنا عشان يبقى فيه روح بس، نقدر نشجع ويبقى نحس ان احنا معاهم بس. كلمة تقوليها للمنتخب بعد الخسارة، يعني هل كوبر مسؤول ولا شاف الخسارة مين؟ كل الأطراف أكيد مسؤولة، كان في أخطاء فتحوا نفسهم قوي للفرقة التانية، عرفوا الأخطاء يدخلوا منها وهم سابوهم يستغلوا الأخطاء اللي عندهم يعني. بس شكرا. طبعا زي ما حضراتكم شايفين وجود الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي كان متواجد في مقر الأهلي بالجزيرة، وتابعوا أحداث اللقاء مع الأعضاء. يعني كنا نأمل أن منتخب مصر يحقق نتيجة إيجابية، لكن يعني قدر الله ما شاء فعل. وزي ما احنا شفنا مع كريم ومع محمد سعيد وآراء أعضاء النادي الأهلي وتابعنا، ودلوقتي كمان بنوري حضراتكم وبنستعرض وجود مجلس الإدارة و يعني مع الجمهور وهم بيتفرجوا على احداث المباراه. اكيد طبعا كانت لفته طيبه جدا من مجلس الاداره، على اساس ان هم يعني في حال وجود نتيجه ايجابيه لمنتخب مصر ان هم يشاركوا الجمهور المصري وجمهور النادي الاهلي اللي بيساند وبيؤذي منتخب مصر من خلال متابعته لاحداث المباراه من فرع النادي الاهلي بالجزيرة. يعني كل التوفيق لمنتخب مصر أكيد في مباراته القادمة في مع منتخب السعودية، وفي مشوار القادم لسه مش عارفين بقى منتخب مصر إيه اللي هيحصل في القيادة الفنية الفترة الجاية، ولسه مكملين مع حضراتكم مع الكابتن شريف عبد الفضيل وتحليل لمباراة مصر وروسيا. ووصلنا يعني كابتن شريف انهيار لمنتخب مصر بسبب الضغوطات النفسية
بسبب طبعا يعني بعض الاسباب اللي حضرتك وضحتها. لكن بعد الهدف الثالث يمكن هدف ثاني وصلنا للهدف الثاني وقلنا احمد حجازي والاخطاء المتكرره من خط الدفاع، لكن بنشوف هدف ثالث ايضا ساذج او في خطا من علي جبر. يعني اكيد احنا بنتكلم وبننتقد بس نقد بناء، مش هدفنا ان احنا نسيء لحد او ان احنا نشيل حد بلغه الكره، لكن احنا بنتكلم يعني بلغه لاعبي كره القدم. وطبعا حضرتك لعبت في المكان ده، ويعني حضرتك سيدي العارفين ان ازاي كان مدافع في موقف زي ده يترقص او يعني يتم ان هو ان المهاجم يلعب الكره بالشكل اللي احنا شفناه ويسجل هدف ثالث، يعني برضه ملوش لازمه، اثر على شكل منتخب مصر. واحنا قلنا خفنا من ان النتيجه تزيد عن 3 اهداف، لكن الحمد لله يعني ربنا ستر ركله جزاء ونتيجة خلصت 3-1. كان في ركله جزاء ثانيه كنا بنتكلم عليها ان ممكن نشوفها بتقنيه الفيديو، لكن الحكم رفض، وبالتالي خطا علي جبر. ازاي كان ممكن يعني ان هو يتعامل مع الكره بشكل احسن من كده؟ كان علي كان في مباراه بلجيكا كان جوه 6 ياردة، كان في الهدف الاخير، الراجل باتشواي لما رقص، باتشواي المفروض ان هو راجل، انا دايما مدافع في المناطق دي بالذات اولا يبقى عندي حاجتين، اولا لازم ابقى على مشط رجلي تمام عشان اقدر اتحرك مع الفيرود بالذات لما يبقى جاي لي بوشه في المنطقه دي بالذات، وما انزلش على الارض جوه الصندوق خالص، يعني حته ان انا اتزحلق على جوه الصندوق دي مرفوضه تماما من اي مدافع عشان خاطر في حلول كتيره جدا هيبتدي يشوط، فانت هتروح تحط رجلك معاه، ما تروحش تنزل على الارض. طبعا اللي حصل راجل شويه، الراجل لما علي بشكل كويس جدا وعلي نزل، انا علي لازم دايما يبقى واقف على مشط رجله، واقف لو رجليك كلها على الارض مش هتقدر تاخد نفس السرعه غير على بتبقى على مشط رجلك، بتقدر تلحق دايما الفرود، يبقى عندك الاولويه اذا كان، وبعدين تقف بزاويه ميل، دي لازم، الحاجات دي كلها دي اساسيات المدافعين، يعني حاجات صغيره بس هي دي مهمه جدا في الكوره يعني. فطبعا علي دي اخطاء زي ما اتكلمنا، على حجازي بنتكلم على علي، فاتمنى ان شاء الله ان يعني الفتره الجايه يبقى في شغل ليهم هم نفسهم، لازم يطوروا من نفسهم في الحتت الصغيره دي، لان دي مهمه. انا بتكلم في اساسيات، ما ده اللي مضايقني، دي حاجات صغيره قوي في اساسيات نفسها، فاتمنى ان شاء الله ان هم يشتغلوا على نفسهم اكتر من كده. الجول طبعا جه نتيجه ان علي كره نزلت من حجازي، طبعا عدم تقدير منه، ودي مش اول مره يعملها. الراجل استلمها حطها تقريبا بين رجل علي، دربكت مشيت للراجل حطها جون. برضه يبقى فيها سوء توفيق شويه من علي ان الكره تمشي في اتجاه الراجل برضه، فدي كلها اخطاء انا شايف ان كلها بسبب عدم التركيز وحاجات اساسيات صغيره في الكوره، ممكن ان هي مع التمرين تتحسن بشكل كويس جدا، مع ان ما كنتش حابب ان انا اتكلم في حاجات صغيره مع ناس بتلعب في منتخب مصر. يعني كانت محترفه او علي جبر كان متواجد بالظبط، ما ده اللي مضايقني اكتر ان انا بتكلم على ناس بتلعب في، يعني واحد زي حجازي بيلعب في اكبر دوري في العالم، دوري انجليزي، كمان مرشح انه يروح فريق زي توتنهام، مرشح وكذا نادي محتاجه، كان ليفربول كان في بعض الكلام عليه انه ممكن ياخده، وليستر سيتي نفس الكلام. فاتمنى ان هو يعني الحاجات الصغيره دي يقدر يتلاشاها بشكل سريع، هتفرق معاه كتير جدا لان هم لعيبه من اللعيبه الكويسين جدا في المكان ده. يعني كابتن شريف تعال نروح لبعض التصريحات لمستر هيكتور كوبر وبعض الاخبار اللي كانت موجوده في المؤتمر الصحفي، اكيد كان موجود فيه قدر كبير جدا من الصحفيين المصريين اللي سالوا مستر هيكتور كوبر بعض الاسئله، وكان رده فيه يعني اولا في كوبر بيقول اخطاء فادحه وراء الخساره بثلاثيه امام روسيا، ايضا مستر هيكتور كوبر بيقول لا اعرف ما سبب الانهيار في 10 دقائق واصبحنا تقريبا خارج المونديال، كوبر لم أحسم موقفي من الاستمرار مع المنتخب، كوبر جاهز للرحيل إذا أراد اتحاد الكرة، وأيضا كوبر بيتكلم على إصابة صلاح إن هي أثرت على يعني الإصابة أثرت على أداء محمد صلاح، زي ما اتكلمنا قلنا إن محمد صلاح مش جاهز 100% أو جاهز بس هو خايف من التحامات تأثر عليه في إصابة تانية، وأخيرا ختام المونديال بشكل جيد أكثر ما يشغلني. اما الفيفا روسيا حققت فوزا مستحقا على المنتخب المصري، والفيفا ايضا في تصريحات على موقعها الرسمي بعد نهايه المباراه، الفراعنه افتقدوا الشراسه الهجوميه واخطاء ساذجه للمدافعين، ومدرب روسيا لم اصدق اننا سجلنا 3 اهداف في مصر، وتشيرشيف صاحب الهدف الثاني هو افضل لاعب في مباراه مصر وروسيا. نبدا منين؟ نبدا من قبل ما نروح نكمل، نبدا من الاخطاء الساذجه، ده اللي انا كنت بتكلم عنه، بس احنا انا والله يعني لسه قاري يعني دلوقتي احنا اتكلمنا في كلمه ساذجه عشان ملاش لازمه، ما انا بكلمك دي اساسيات، شفت انا دايما ليه انا ماسك من اول الكلام في الاساسيات المدافع، حاجات صغيره جدا الف به كوره
بس اساسيات المدافع لما باجي اتعلم، انا لما جيت اتعلم يعني ايه دفاع في اماكن معينه، المدربين بتوعي كانوا بيعلموني ازاي اقف، ازاي اتحرك، ازاي ابقى حاطط الفرود في جسمي صح، ابقى شايف الكوره وشايف الفرود. انا بتكلم في الحاجات الصغيره دي، عشان كده كل الناس الفيفا بيقول الحاجات الاخطاء السذاجه، مدرب روسيا نفس الكلام، مستر كوبر نفس الكلام. ف يعني اللي يزعلك ان هي اخطاء فعلا، انا مش عايز اكرر كلمه سذاجه كتير، بس حاجات سهله جدا في الكوره كان ممكن نتعامل معاها. احنا كمدافعين لينا اسامي بشكل كويس جدا، ما كناش نظهر بالمستوى اللي احنا ظهرنا بيه دوت. وطبعا يمكن مدرب روسيا نفسه الراجل قال لك انا مش مصدق ان احنا سجلنا، مش مصدق ان انا دخلت احرزت 3 اهداف. وكان خلي بالك الشوط الاولاني باين عليه ان هو متحفظ جدا وخايف جدا وعامل 1000 حساب لمنتخب مصر، وكان عامل زون ديفنس من تلتين ملعبه هو، يعني في تلتين ملعبه هو واقف. انت عارف يعني ايه انا سن في وسط الملعب هو ملتزم عنده. أيوة هناك طبعا عامل اول خط ليه في وسط الملعب. كان خايف في بدايه المباراه، لكن جدا كابتن شريف يعني. واحنا بنتكلم ايضا على تصريحات مستر هيكتور كوبر معانا على التليفون من روسيا، طبعا زميلي العزيز والاعلامي ومدير تحرير جريده الوطن الاستاذ ايهاب الخطيب. استاذ ايهاب عمر اهلا بيك ومشاهدينك الكرام وكابتن شريف عبد الفضيل. طبعا يعني هارد لك خساره منتخب مصر، حضرتك موجود في روسيا واكيد يعني كلنا زعلانين على خساره منتخب مصر وخروجه من مونديال روسيا ليكون اول منتخب يودع المونديال رسميا. استاذ ايهاب يعني اكيد عندك كلام كتير عايز تتكلم فيه. هو طبعا مش رسميا، لان مهما كان ليك حظوظ صعبه مش هتحصل، ولكن يعني الارقام يعني هو المنتخب الروسي اول من تاهل على فكره. ايوه احنا بالظبط منتخب روسيا تاهل رسميا. نعتبر احنا برضو يعني خلاص خرجنا، ولكن يعني الامور مش بالشكل طبعا هارد لك المنتخب المصري، لكن انا بقول لك دي هزيمه متوقعه. وهعيد لك ثاني هزيمه متوقعه. طيب ليه بقى يا استاذ ايهاب يعني ليه هزيمه متوقعه؟ ليه حضرتك قلت دايما احنا اتكلمنا اول امبارح واتكلمنا في شويه اسباب، لكن كان عندنا امل ان منتخب مصر يكون قادر على الفوز، لكن عايز بقى حضرتك تحكي لي اسباب خساره منتخب مصر المتوقعه من وجهه نظرك. هناك اخطاء تنظيميه، وهناك اخطاء فنيه، وهناك اخطاء يتحملها لاعب المنتخب. طبعا الاخطاء الدفاعيه متكرره بشكل كبير جدا، ومعانا واحد من افضل المدافعين في تاريخ الكره المصريه كابتن شريف بيقول لك ان التمركز والاخطاء والسرحان اتكلمت يا بوب فيها والله. قلت اتكلمنا بص يا استاذ ايهاب اتكلمنا في 3 نقط، اتكلمنا في وجود سرحان واخطاء ساذجه واخطاء متكرره. انا بس عايز ادي البراءه الكبر في القصه دي، فيكتور كوبر نبه على القصه دي اكثر من مره ونبه على الاسلوب. في هدف بالكربون، الهدف الثاني المنتخب المصري هو الهدف الثاني في المنتخب السعودي، هو بالظبط. لو جبت الهدفين نفس الهدف اللي دخل في المنتخب السعودي الثاني هو الهدف اللي دخل بنفس الطريقه، والاثنين اللعيبه يعني هي نفس الطريقه، ولكن انت عندك اخطاء، انت العرضيات فيها مشكله بشكل كبير. اديت الشوط الاول بشكل كويس جدا، عجزت في الشوط الثاني ان تتواجد. هيكتور كوبر ربما اخطا في جزء من المباراه في صريح، ويبقى تحتيه ورده وتريزيجيه وعبد الله السعيد. التغييرات اتاخرت جدا، وكان فيها حاله من يعني 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 من الاستغراب لاول مره. وطبعا ده ما ظهرش عندكم في التلفزيون، كل اعضاء الجهاز الفني بيقوموا يدوا تعليمات، كل اعضاء الجهاز الفني بيقوموا يدوا تعليمات. ماتش اوروجواي كان كوبر بس اللي واقف على الخط. يعني حضرتك بتقصد ان يعني جميع الافراد اظهرك مستر هيكتور كوبر فيها رجاله وعدم تنظيم يا عمر. يعني النهارده لما كوبر واقف على الخط يطلع فايز يقول كلمتين، وجنبي فانتا بيقول، وجنبي اسامه نبيه بيقول، وجنبي كابتن احمد ناجي بيقول مش عارف للشناوي. لا مش كده، هو لان كان في حماس زياده عند الجهاز الفني وعايز يوصل لعيبته معلومات في ظل اخطاء غريبه من لاعبي المنتخب اللي فاقدين تركيزهم بالمره. وكلنا عارفين فاقدين تركيزهم ليه. انا اقول لك على حاجه ثانيه، التنظيم في اقامه معسكر، انك تقعد في جروزني وبعدين تروح مدينه وترجع ثاني اكتربيرج وترجع جروزني وبعدين تروح ثاني اكتربيرج وبعدين هترجع ثاني جروزني، وبعدين درجات الحراره متفاوته بشكل كبير والساعه البيولوجيه متغيره بشكل كبير. فتنظيم اقامه المنتخب لم تكن في حسبان مدير المنتخب ايهاب العيطه. فبالتالي انا بقول يا جماعه ما فيش تنظيم، احنا كلنا كنا بنقول نوصل كاس العالم، لكن لا نظمنا الاقامه ولا نظمنا تواجد بعثه المنتخب ولا نظمنا بشكل كبير. كوبر الراجل عامل مجهود مع اللعيبه،
ولكن في الاخر في اخطاء ساذجه جدا بيقع فيها اللعيبه. الشوط الثاني يعني اللعيبه اختفت بشكل كبير جدا، مش متحملين الاجهاد، عملنا كل حاجه في مباراه اوروجواي، وبقول لك وبعلنها من خلالك ان مباراه كوبر مع المنتخب المصري امام نظيره السعودي هي المباراه الاخيره للجهاز الفني بالكامل. يعني يا استاذ ايهاب عايز اتكلم مع حضرتك، يعني حضرتك قلت هزيمه متوقعه واتكلمنا في ثلاث نقط، حضرتك ذكرت ثلاث نقط واتكلمت عن النقطه الفنيه. هل حضرتك شايف ان في اي اسباب اخرى ممكن نقول عليها اثرت على منتخب مصر؟ كابتن شريف كان اتكلم معايا في اول الحلقه على يعني ضغوطات وعدم تركيز للمنتخب بسبب اسباب يعني غير فنيه موجوده حضرتك في روسيا، فيعني عايز اعرف من حضرتك هل فعلا ممكن يكون في اسباب غير فنيه ممكن تكون اثرت بشكل سلبي على المنتخب؟ مقالي اللي نازل في جريده الوطن بكره اسمه منتخب مصر للبيع، كل باع المنتخب المصري سواء الرعاة استغلوا المنتخب أسوأ استغلال بقصة بقى الطيارة والناس اللي جت وعملت ومش عارف ايه بشكل غير منظم بالمرة، واقحام هذه المجموعة داخل فندق اللعيبة، ده خطأ كبير جدا جدا وقفلت النهاردة، النهاردة قفل عليهم. يعني فعلا يا استاذ ايهاب، يعني يا استاذ ايهاب يعني كابتن شريف عايز اسال حضرتك استاذ ايهاب بس عشان انا الموضوع ده اصلا مضايقني، لان انت انا هقول لك بتعلن عندكم دلوقتي ان محمد صلاح ورمضان صبحي هم اللي هيدخلوا يعملوا المنتخب. طيب كابتن شريف عايز يسال حضرتك سؤال يا استاذ ايهاب. طبعا استاذ ايهاب انت فاكر احداث ام درمان؟ لا ما هي هو بتتكرر نفس القصه بالظبط، نفس القصه بالظبط هي اللي بتتكرر ودي كان ليها تاثير. كمان عايز اقول لك حاجه، الاخطر بقى والجديد على المنتخب ان لعيبه المنتخب المصري بيصوروا تقارير للبرامج في اوضهم، وان بعض اللعيبه هي اللي بتقوم بتصويرهم. يعني انت بتقعد كلعيب، دي كارثه دي يا استاذ ايهاب، لقناه ولعيب ثاني متفق مع القناه هو اللي بيقوم لك بدور الكاميرا مان وبيصور بمعرفه احد اعضاء الجهاز الفني ارنبيطه فزوري، وتفضل بقى تصور وتبعت، وبعدين ما فيش كنترول، وبعدين الحاجات دي بتتعرض، وبعدين بعض الاعلانات اللي بتتعمل للمشروبات وشاي ومش عارف ايه وحاجات برضه بتتصور بموبايلات بتقنيه عاليه داخل الغرف. التركيز مفتقدينه تماما، لان الكل استحل تورته كاس العالم في حظ بعض الامور مدفوعه الاجر دون التصرف بشكل احترافي، ودي كانت واحده من اكثر الامور اللي فقد التركيز. يعني التركيز كان قليل جدا، بجانب بعض الضغوط من عدد من اللعيبه انها تشارك في كاس العالم. خد بالك بقى المباراه الجايه كمان مباراه السعوديه، بعد خلاص ضيع الامل في عدد اكثر من اللعيبه هيبقى عنده بعض المشاكل او هيطالب ان هو هيشارك. يعني حضرتك بتتكلم على الكابتن عصام الحضري مثلا في المطالبه ان هو يشارك في المباراه القادمه علشان يكون حقق رقم بس انا بتكلم على حاله يا استاذ ايهاب انه يشارك يا كابتن عمر، عصام ما طلبش انه يشارك، احنا طالب يشارك مظبوط يعمل رقم وخلاص. انت خلاص يعني مش هتتكلم في النقطه دي، لان خلاص القصه لانه هيحقق رقم كبير وهيحقق رقم هيتكتب في التاريخ، فالامور انت مش دي اللي هنقف عندها. يعني انا بقول ان الحمد لله كان امكانياتنا افضل من كده، كنا ممكن نعمل اكتر من كده في مباراه اوروجواي، كنا ممكن نعمل احسن من كده. اما هذه المباراه انا متوقع ودخلت معاك اول امبارح وقلت لك ان الامور لا تسير بالشكل الصحيح، ويمكن انا بس ما كنتش عايز اتكلم في بعض النقاط الا لما تخلص المباراه، لان الامور كانت صعبه جدا 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 في استغلال المنتخب من خلال بعض الرعاة ومن خلال اللعيبه نفسهم ومن خلال يعني امور اول مره نشوفها وكان لازم تكون فيها وقفه. فاداريا المنتخب لم يظهر بالشكل المطلوب، وكانت النتيجه الطبيعيه للفككان اللي كان فيه المعسكر تخرج المباراه بهذه النتيجه. استاذ ايهاب حضرتك في الاول اتكلمت على نقطه يمكن يعني انا خدت بالي منها وعايز اسال حضرتك سؤال ليه علاقه بالمباراه الاولى. مين اللي مسؤول عن ان منتخب مصر يكون فيه يعني سوء تنظيم ما بين المدن اللي بيقيم فيها المنتخب واقامه المباريات؟ الدليل على كلام حضرتك ان عدم ذهاب 5000 مشجع مصري الى مباراه اوروجواي بعد ما تم شراء التذاكر علشان اتفاجئوا بيه
بعد المسافة اللي موجودة ما بين مدينة موسكو ومدينة سان بيترسبيرغ. القطر هنا تركب القطر 28 ساعة و 36 ساعة عشان نوصلك من مدينة المدينة. احنا بناخد طيران داخلي 4 ساعات 8 ساعات عشان نروح من مدينة المدينة. انا مش عايز اقول لك احنا هنا يعني مش عايز اقول لك على معاناتنا احنا. لكن احنا بنقول هو ده شغلنا. لكن انا بقول لك الجماهير الله يكون في عونها ما حدش نظم حاجه. اما المنتخب ما حدش نظم له حاجه. حد يفتكر ينظم للجماهير لما انا بسال حضرتك مين هنا اللي كان مفروض يتحمل المسؤوليه؟ مين اللي كان مفروض يكون قبل ايه؟ هو المفروض مدير المنتخب هو الحاجات دي بتتعرض عليه وبتاع مع المنتخب برضه مع اتحاد الكوره. ولكن اللي منوط ده وبعدين الناس اللي راحت وسافرت وشافت القرعه وشافت الدنيا وشافت المدن وراحوا شافوا الكلام ده فين؟ في فروق كبيره جدا. وبعدين الاتحاد الدولي بيبقى عامل لك كل الامكانيات عشان يوفر لك الامور اللي انت عايزها. انت ما طلبتش حاجه ليه؟ وبعدين اخترت انك تقعد في حته بعيده وتقعد فيها وكل شويه تروح لها وترجع. بقول لك مع اختلاف الجو هناك حر على فكره. في مشكله كبيره جدا بعد المباراه الاولى لان جروزني حر. رحت على إكتنبرج برد جدا. والنهارده حصل هطول امطار قبل المباراه يا باشا. رجعت على جروزني حر جدا. رجعت تاني على سان بيترسبرج درجه الحراره 4 وامطار وسيول والدنيا يعني الدنيا مش مظبوطه بالمره. فبالتالي ما افتقدنا التنظيم للمنتخب افتقدنا. وانا الكلام ده مش بقوله دلوقتي. انا كل اللي بقوله لك ده هتلاقيه بعد ساعة في الجورنان عندي. أنا كاتب المقالة دي من امبارح بالليل وبعتها قبل نتيجة المباراة أساسا واضحة وباينة. وللأسف يعني كان نفسنا نخرج بشكل مشرف أفضل من كده. كان يعني شوط أول خلص بشكل مميز جدا. 12 دقيقة فقدنا فيهم التركيز، فقدنا فيهم المباراة. مونيا مرمانة بثلاث أهداف. يعني أنا بقول إن الجيل ده هيبقى عنده القدره انه يقدر يأهلنا تاني. ولكن الامور يعني يجب ان تسير بشكل افضل. الجهاز الفني يعني فنيا عمل اللي عليه بتحفيز اللعيبه بتاع الاخطاء الدفاعيه اكثر من الحد اللازم. الاخطاء الدفاعيه في المنتخب المصري اكثر من الحد اللازم. والدوري المصري لم ينتج. لما تيجي تدور على سردبات مش لاقي، على بندر مش لاقي، على بلاي ميكر بديل عبد الله السعيد مش لاقي، على فيرود يقود المنتخب المصري في كاس العالم مش لاقي. بالتالي كان الله في عون الجهاز الفني في الاختيارات اللي كانت قدامه. ودي كانت افضل مجموعه بيتهيألي تكون موجوده. لكن الفتره الجايه ربنا يكرمنا بتدعيمات لهذه المجموعه عشان تستمر. هل لك استاذ ايهاب كان في ازمه في معسكر المنتخب بسبب طلب مشاركه الكابتن عصام الحضري في مباراه روسيا؟ خالص تمام خالص. يعني كان حضرتك عارف احنا بس بنسال حضرتك بعض الكلام اللي طبعا بيتم تداوله شوف في السوشيال ميديا. عصام الحضري ممكن يكون كان زعلان عشان ما بداش طبيعي، واي لاعب مش هيبدا هيبقى زعلان لما لم يصير اي مشكله بالمره ولم يتحدث ولم يصير اي ازمه. وده كلام انا عملت معاه حوار اول امبارح ونزل واتكلمنا، وحوار معمول بالفيديو ومواجهه بالقصه دي ورد واحنا متابعين الامور بشكل كويس. لما حصلش ما فيش اي لعيب اثار اي مشكله. انا بقول لك المشاكل هتثار النهارده وبكره وبعده في اللعيبه اللي نفسها بقى تشارك، يعني حتى تبقى نالت شرف المشاركه في كاس العالم. استاذ ايهاب زميلنا والاعلامي ومدير تحرير جريده الوطن بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وتوضيح بعض النقاط الخاصه بمعسكر المنتخب في مونديال روسيا 2018 وايضا اسباب خساره منتخب مصر. وهنشوف بقى المقال اللي الاستاذ ايهاب هيتكلم عليه. عمر قال اللي انا قلته في المقدمه بس قاله بشكل تاني بقى طبعا. بس هو يعني قال اللي انا ما كنتش عايز اقوله، يعني قال الكواليس بقى بالظبط. يعني هو ده اللي عايز اوضحه لك بقى. شفت التركيز بتاع اللعيبه بقى راح فين؟ ده اللي بقوله، التشتيت والتركيز وعدم القدره على استكمال غير 45 دقيقه بسبب الضغط العصب. الاجواء الخارجيه اثرت على اللعيبه بشكل سلبي. يعني لسه مكملين مع الكابتن شريف عبد الفضيل وكلامنا على مباراة مصر وروسيا، لكن هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد ولسه مكملين مع حضراتكم في المونديال على قناة الاهلي. ضيفي طبعا ضيفي وضيف حضراتكم الكابتن شريف عبد الفضيل نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر.
كابتن شريف، نروح بقى لاحصائيات المباراه ويعني نوضح للساده المشاهدين بعض الارقام. المحاولات يمكن 11 محاوله للمنتخب الروسي ومنتخب مصر 13، لكن الغريب يا كابتن شريف ان روسيا بثلاث محاولات ثلاث اهداف، منتخب مصر يعني على المرمى محاوله واحده فقط لا غير. فده يدل قد ايه ان طبعا ان في المجمل منتخب مصر كان يعني كان هو يعني بيحاول ان هو يسجل ويهدف في مرمى روسيا، لكن روسيا زي ما احنا قلنا ان المدير الفني كان عامل الف حساب للمنتخب الوطني، لكن للاسف لعيبه منتخب مصر وهيكتور كوبر لم تستغل هذا الوضع. يعني ايضا يعني من المحاولات ان روسيا يعني خمس كرات بعيده عن المرمى، اما منتخب مصر 8. يعني بنتكلم على الاخطاء، 11 خطا للمنتخب على المنتخب الروسي و10 اخطاء على المنتخب المصري. طبعا بطاقات صفراء، بطاقه صفراء لكل او بطاقه صفر لكل منتخب، ولا يوجد بطاقات حمراء. اما طبعا الركلات الركنيه 7 للمنتخب الروسي و4 لمنتخب مصر، لا يوجد حالات تسلل. اما الركلات الحره 10 منتخب روسيا 11 لمنتخب مصر. يعني زي ما حضرتك شايف كل النسب قريبه من بعض، فده يدل على يعني وجود منتخب مصر ندا بند للمنتخب الروسي، لكن فقدان التركيز والاخطاء الساذجه هي اللي دفعت منتخب مصر الى الخساره بثلاث اهداف يا كابتن. خلينا نقول ان دي الفروق بقى، الفرق بيننا وبين المنتخب الروسي وبين اللعيبه دي بقى المنتاليتي العقليه عندهم. ناس محترفه، ناس مركزه في شغلها، ناس بيقدروا اللي بيجي له فرصه اثنين لازم يجيب ثلاث فرص بيجيب منها واحده. المنتخب الروسي جاله قدام المنتخب السعودي جاله 7 فرص حط 5 منهم في المرمى. شوف قوه التركيز عامله ازاي بتاعت اللعيبه، يعني الكره اللي بتوصل يا بثلاث خشبات يا بتخش جول. يعني نادرا جدا تلاقي واحده بره المرمى، اثنين بره المرمى. انت بتتكلم في الناس دي بتفكر في ايه؟ الناس دي محترفه. الاجواء الخارجيه واللي حواليهم الناس بتصب المصلحه العامه ان ازاي تخلي اللعيبه دي بتهيئ لهم وسيله الراحه الكامله. ناس بروفيشنال حواليهم، ناس اللي في الملعب ناس محترفه، الناس اللي بره الملعب ناس محترفه، ناس بيشتغلوا شغل بس اذا كان جوه الملعب او بره الملعب. دايما لما بيحصل فشل في شيء لازم الفشل ده بيشمل حاجات كتيره جدا. تمام. بيشمل مش لعيب الكوره بس اللي في الملعب هو السبب. لا طبعا خلي بالك لان المناخ والاجواء اللي حواليها اللي بتسبب الاسباب دي كلها. لو شفنا الاحصائيات دي انا بكلمك ليه بقى على الاجواء الخارجيه والداخليه، بتتكلم في ناس بيجي لها في ماتش 7 فرص بيجي لها 5 في قدام منتخب مصر، الثلاث فرص على المرمى يعني احرزوا 3 اهداف من 3 فرص، فرص حقيقيه على المرمى جابوا 3 فرص. تمام. طبعا انت متخيل نسبه التركيز عامله ازاي بتاعت الناس دي؟ فالناس دي ما بتهزرش طبعا. خلي بالك يعني الناس دي محترفه وشغل بروفيشنال قوي. انا شايف الاحصائيات كلها رايحه في اتجاههم، اذا كانت ضربات ركنيه 7-4 لينا، الركلات الحر كلها حاجات يمكن لينا كلها حاجات بعيده، ليهم هم حاجات بتبقى خطر كلها على الاطراف برضو. حذرنا 100 مره من الفاولات الجانبيه لينا واحنا عندنا مشكله في الحاجات الثابته كلها، فبرضو بنعمل فاولات قريبه كتير قوي. احصائيات كلها انا شايفها برضو بتصب في مصلحتهم، حتى لو كانت نسبه الاستحواذ الى حد ما معانا في الكوره، بس هو سايبك تستحوذ وكلها كانت في الشوط الاولاني. يعني يا كابتن شريف واحنا بنتكلم على اداء منتخب مصر، معايا على التليفون واحد من المديرين الفنيين المميزين جدا قائد منتخب الشباب وجيل محمد صلاح، وايضا هو المدير الفني الحالي لفريق نجوم المستقبل الكابتن ضياء السيد. يا كابتن ضياء اهلا بيك يا ربع. ازيك يا عمر ياد؟ ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ منور عمو، ربنا يخلي حضرتك. طبعا معايا الكابتن شريف عبد الفضيل بيسلم على حضرتك. يا شريف كل سنه وانت طيب يا كابتن. ربنا يخليك كل سنه وانتم طيبين. يعني يا كابتن اكيد وحضرتك موجود معانا كابتن ضياء، لازم يعني اخد راي حضرتك في اسباب منتخب مصر في خسارته امام منتخب روسيا بثلاث اهداف مقابل هدف. بص يا عموره، هي مشكلتنا ان احنا كنا بنلعب بقالنا 3 سنين بنلعب بيه بشكل كتير كده، وطول الوقت كنا الناس اللي كانت بتطلع تتكلم على انه الادوار الهجوميه لازم تتطور لازم تتطور، كانت بتتهاجم من جزء كبير من الناس انه انتوا النتائج اهم والحكايه. فجيت في وقت انت محتاج انك تهاجم عشان تحقق تجيب اهداف وتحقق فوز،
وللاسف اللي انت احتجته ده احتجته في 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 بطوله في اكبر بطوله كره قدم في العالم وهي كاس العالم. فطبعا انك تفاجئ التيم بتاعك بحاجات، انا بشوف انه البلان الهجومي ما كانش موجود بشكل فيه تدريب، بشكل فيه تعود من المجموعات من ناحيه اليمين مع شغل مع راس الحربه مع ناحيه الشمال. طول الوقت احنا طول الثلاث سنين بنشيل بتريزيجيه عشان بيأدي دور الدفاع، لكن عمرنا ما شلنا بتريزيجيه انه جاب خمس سبع ثمان اجوال طول الثلاث سنين. انه بس شغل على فردي على ان صلاح بيجيب اهداف، انه دايما بنتكلم ان مفيش رصاد حربه، مع انه في رصاد حربه لكن مفيش دور شغل هجومي كبلان معمول من التيم كله على راس الحرب عشان نشتغل ونقول انه لا انت كل دور راس الحربه انه يكون بيأدي دوره زي السباكات، انه يدافع بس على الاسطوارين بشكل كبير، ولما يدافع على الاسطوارين ويخبط ويتدحلق ويقع يبقى بنقول عليه اجاد. فالايه اتعكست فجاه، انت مطالب انك تكسب ومطالب انك عشان تكسب لازم تجيب اهداف. صلاح كان مصاب بقاله 24 يوم، رجع فجاه حملته كل الدنيا على ان صلاح هو اللي هيبقى المنقذ، لكن المنقذ شغل جماعي في كاس عالم. كاس عالم المستويات بتبقى حاجه تانية، حتى لو احنا قلنا ان روسيا اقل، لا روسيا مش اقل، روسيا درجه اللياقه عاليه جدا، كميه السرعات كبيره جدا، كميه الالتحامات كبيره جدا، بتلعب على ارضها وسط جمهورها بشكل كسبانه المباراه الاولانيه. ففي حاجات كتيره جدا كانت بعدك بشكل كبير. لو احنا اصبحنا لما الناس بنعدي نص الملعب بنروح بثلاث كور في خلال 90 دقيقه كان بقى انجاز. مظبوط. وهتلاقي الاهداف رغم كده انا كوبر يعني معذور في جونين، يعني الجون الاولاني بدلك احمد فتحي، الجون الثاني بدلك علي جبر، الجون الثالث نسخه طبق الاصل هتلاقيه دخل. نفس القصه في بلجيكا هتلاقي فيلاني جاب الجون بنفس الطريقه، هتلاقي ازهر جاب الجون بنفس الطريقه، غلطات الى حد كبير فرديه، لكن انا بتكلم في المجمل كشغل فني، كشغل على اداء هجومي اللي انت كنت محتاجه النهارده ضروري، انت اصبحت محتاجه بعد ثلاث سنين. بعد ثلاث سنين ففجاه طبعا بحس انه انت فاجئت الناس وفاجئت اللعيبه، وهو اساسا ما كانش طول الوقت مش متعودين على انه يعملوا البلان ده. كان البلان كله انه كره مرتده صلاح، 90% من اهداف المنتخب هتلاقي عبد الله السعيد وصلاح، صلاح نمره واحد وبعدين عبد الله السعيد ورا. وكمان يا كابتن ضياء المنتخب مصر كان عنده مشكله ان دايما لما احنا بنسجل الامور بتمشي بشكل كويس جدا، لكن لما بيخش هدف في منتخب مصر بيبقى عندنا صعوبه بالغه في تحقيق هدف التعادل، وبالتالي المباراه في النهايه بتخلص بخساره المنتخب. صعوبة في كل المباريات لما بتسجل ويدخل في التعادل بتبقى عايز تكسب، يا اما بتتغلب في نهائي افريقيا يا اما بتكسب الكونغو بجون بنالتي بشكل كبير. الماتشات المصريه لازم يكون لها بلان هجومي، البلان الهجومي ده لازم تكون فرق متعوده عليه طول الوقت المنتخب وهي شغاله، بتعدي على مراحل كبيره. لان خد بالك خلال الثلاث سنين هتلاقي منتخب لعب مثلا بتاع 20 مباراه ما بين ودي ورسمي، فماتشات المنتخب قليله، فكان لازم يكون في ده شغل على ده وشغل على ده. وما احنا ما بنقولش نلغي حاجه ونعمل حاجه، احنا لغينا فعلا الناحيه الهجوميه بشكل جدي بشكل فعال، وكان اي حد فني بيتكلم في النقطه دي كان بيتهاجم بحجه انه احنا وصلنا كذا وصلنا كذا، زي ما تكون احنا وصلنا عند الحته دي فنقف خلاص ده كده كويس وكفايه، احنا عايزين ناخد خطوات لقدام كمان، خطوات الكره الحلوه خطوات، ومحدش يقول قماش ده كلام كده كله كلام مش صح. اللعيبه عندك مجموعه لعيبه ممتازه، مجموعه لعيبه معظمها محترف وجيل قايل بشكل كبير، وجيل عنده حاجات يطلعها احسن من الموجود ده، لكن جيل في نفس الوقت محترم بينفذ تعليمات مدربه بشكل صارم وبشكل جدي، انت واخد بالك. فهي كل ده كوكتيل حاجات، الناس ما تبقاش متفاجئه، الناس ما حاسه انها اتفاجئت انه احنا اتغلبنا، لا يعني العمليه كان في الناس فرحانه وفرحانه بالمنتخب وعايزه تعدي الدور وعايزه تعمل مباراه، لكن انا بشوف انه فيها صعوبه بشكل كبير.
يعني يا كابتن ضياء، حضرتك احمد حجازي كان موجود مع حضرتك في المنتخب، واكيد حضرتك من المدربين اللي دربت جيل شباب يعني صاعد طلع منه نجوم كتيره جدا، لكن الاخطاء المتكرره. دربتك انت كمان يا عمر. يا كابتن ده انا ليا الشرف، ده انا احسن مواسم عملتها معاك يا كابتن ضياء. يعني يا كابتن ضياء، الاخطاء المتكرره في دفاعات منتخب مصر واحراز اهداف نسخه بالكربون. اخطاء متكرره، ما انت الاخطاء دي هتلاقيها بتدخل في كل الماتشات، بس احنا عشان مركزين على منتخبنا. هو في النهايه لما يبقى عندك، لك ان تتخيل معاك سيرتباك عظيم شريف، لان انت بتدافع انت والسيرتباك اللي جنبك طول في 90 دقيقه مثلا 85 دقيقه، هو انت مش معرض انك تغلط؟ لا طبعا اكيد تغلط. اكيد اكيد طبعا هغلط. اخر خطوه التايمنج بتاعك مش هيتاخر، مش بكميه الخبطات والاحتكاكات مش هتتاخر في خطوه، مش هتتاخر، لازم هتحصل غلطات. حصلت مع تونس وحصلت مع، هو كده عقاب الدفاع، اي حاجه زياده ليها عقاب، اي حاجه زياده ليها عقاب، سواء انك تهاجم بس او انك تدافع بس، والكره دفاع وهجوم لازم تعمل الحاجتين، لانك في اوقات كتيره وفي مواعيد كبيره وفي ماتشات كتيره هتحتاج انك تعمل الاثنين. انت واخد بالك؟ تمام يا كابتن، مع حضرتك. الغلطات دي موجوده. طيب يا كابتن ضياء بقى، يعني شايف احنا كده خلاص استريحنا من كابتن مجدي عبد الغني ومفيش حد غيري جاب جون في كاس العالم؟ لا، ما انا عايز كمان ان شاء الله، يعني عايز الناس، انت والناس واصحاب البرامج يخلصوا كل الكلام النهارده في المنتخب ونديهم بكره كمان، ومهم جدا ان احنا نكسب ماتش السعوديه عشان يبقى اول جيل يكسب ماتش في كاس العالم، انك تزود عدد الاهداف، انك برضو وانت بالخواتيم مهمه كمان، حتى وانت ما وصلت انك ترجع من كاس العالم وانت كسبان ماتش، دي حاجه كويسه، فاحنا عايزين نشتغل على ده. بس طبعا انا عارف ومتاكد انه الذبيح كله هيشتغل والدنيا، انا عارف الكلام ده، احنا لازم نشتغل على ان احنا نكسب ماتش السعوديه، انه صلاح يجيب له كمان جونين، انه حد يجيب جون كمان، ان نكسب ماتش ونبقى راجعين كاسبين، يبقى كسبنا ماتش في كاس العالم، اقول رحنا طول الوقت كاس العالم ما كسبناش ماتش، فده مهم ان الناس تشتغل والاعلام يشتغل على ده بعد النهارده، يخلصوا كل التحليل الماتش، وبكره كمان في ست ايام يشتغلوا على ماتش السعوديه. طيب هل حضرتك شايف ان تسجيل محمد صلاح هدف حتى لو خساره المباراه ب 3-1 حاجه ايجابيه للمنتخب يا كابتن، ودفع للمستريكتور كوبر واللعيبه اللي ممكن تشارك في ماتش السعوديه؟ هي حاجه ايجابيه بالنسبه لصلاح، لان صلاح قعد 24 يوم، وانا متاكد ان صلاح مش كامل الشفاء. بطبعا كلنا يعني كلنا شفنا انه داس على نفسه في حاجات ما حدش يعرفها، وعشان يلعب النهارده فلازم، لا انا بعتقد ان حاجه ايجابيه طبعا صلاح جاب جول في كاس العالم، اتمنى ان الماتش الجاي كمان يجي ان شاء الله. يا كابتن ضياء بشكرك شكرا جزيلا. بشكرك يا عمور، ربنا يخليك. كابتن ضياء طبعا، كابتن ضياء السيد المدير الفني لفريق نجوم المستقبل، وواحد من المدربين اللي قادوا جيل منتخب الشباب في كاس العالم في كولومبيا. كابتن شريف يعني شرفتني ونورتني، وكنت موجود معايا في مباراه مهمه جدا لمباراه منتخب مصر وروسيا في كاس العالم، للاسف منتخب مصر لم يستطيع الفوز، لكن اتكلمنا بشكل فني على المباراه، وان شاء الله يعني هنبقى موجودين مع بعض في كاس العالم، عندنا ماتشات كتيره جدا، يعني حتى لو مش للمنتخب الوطني لمنتخبات المشاركه في بطوله كاس العالم. انا سعيد جدا بوجودي معاك يا عمر، وان شاء الله تبقى المباراه القادمه ان شاء الله نتكلم ونبقى في مكسب باذن الله لمنتخب مصر، وان شاء الله يبقى في فرح ومفيش كلام كتير في حاجات تانية، ونبارك للشعب المصري كله باذن الله. يعني لسه مكملين مع حضراتكم في المونديال، لكن هنروح لفاصل وارجع اكمل مع حضراتكم باقي فقره. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين مع حضراتكم في المونديال على قناة الاهلي. خلصنا جزء مباراة مصر وروسيا وخسارة منتخب مصر بثلاث اهداف مقابل هدف. هنكمل معاكم في اخبار المونديال، كانت اقيمت ثلاث مباريات
يعني واحدة الساعة 2، واحدة الساعة 5، واحدة الساعة 8، لكن قبل ما نستعرض معاكم نتائج المباريات والكلام بشكل عام عن كأس العالم، نروح لبعض الأخبار السريعة اللي موجودة معنا. يعني نبدأ بنيمار، ونيمار يغادر ميران البرازيل للإصابة. طبعا نيمار جونيور كابتن منتخب البرازيل ونجمها الأول يغادر من الميران بسبب الإصابة، وده طبعا يعني احنا عارفين ان لسه نيمار راجع من إصابة، فدخل في إصابة جديدة، نتمنى ان هي تكون إصابة خفيفة على نيمار، لان وجوده مع منتخب البرازيل بيدي شكل لينا، يعني بيدي شكل للمنتخب، وبالتالي بينعكس علينا كمشاهدين في يعني أداء منتخب البرازيل الجيد والمبهر، بغض النظر عن تعادل منتخب البرازيل في المباراة الأولى أمام المنتخب السويسري. يعني لسه مش عارفين هل هي هتأثر على غياب نيمار في المباراة القادمة ولا لا، ده اللي احنا هنعرفه يعني ممكن بكتير يكون بكرة في حلقة بكرة إن شاء الله في المونديال. يعني هنتكلم على يعني مدرب كولومبيا أكيد محبط من الهزيمة أمام اليابان في المونديال، وده اللي صرح به في المؤتمر الصحفي بعد انتهاء مباراة كولومبيا واليابان بفوز منتخب اليابان 2-1. كولومبيا يمكن في أول دقيقة من أحداث المباراة، ده طبعا تويكرمان المدير الفني للمنتخب الكولومبي، مدرب يعني شهير جدا وليه باع طويل جدا في المونديالات والمجال التدريبي، بيكرمان زي ما احنا شايفين وصرح وقال ان هو محبط منتخب كولومبيا في اول دقيقه امام منتخب الساموراي. ركله جزاء لمنتخب اليابان، مش بس ركله جزاء، لا ده ركله جزاء وكارت احمر للمدافع، وبالتالي من اول دقيقه في احداث المباراه خسران 1-0 وبيلعب ب 10 لاعبين. منتخب اليابان منتخب سريع ومنتخب عنده لياقه بدنيه عاليه جدا، تعب منتخب كولومبيا، لكن منتخب كولومبيا عمل اقصى ما في وسعه واحرز هدف التعادل، لكن منتخب اليابان استغل النقص العددي والتراجع على اللياقه البدنيه للمنتخب الكولومبي وقدر انه يسجل هدف ثاني ويفوز بثلاث نقاط غاليه جدا في مجموعه معقده، مجموعه بتضم المنتخب السنغالي، المنتخب البولندي، منتخب اليابان ومنتخب كولومبيا. منتخب السنغال بيفوز على منتخب بولندا وبيحصل على ثلاث نقاط، أول فريق أفريقي يحصل على ثلاث نقاط ويحقق فوز في البطولة الحالية لمونديال روسيا 2018، وبالتالي منتخب اليابان ومنتخب السنغال بيستريحوا بعض الشيء، يعني ثلاث نقاط مهمين جدا ودفع قوية في مشوار ناقص له ثلاث نقاط كمان علشان يتأكد صعودهم 100% لدور الـ16. واليابان ويعني خبر غريب جدا، اليابان بيحرز اول ركله جزاء في تاريخه بالمونديال، يعني اليابان عندها تاريخ طويل جدا في كاس العالم، لكن يعني بكل التاريخ ده اليابان بتحرز اول ركله جزاء ليها في المونديال، يعني بغض النظر عن ان ممكن يكون اتحسب ليها ركله جزاء قبل كده لكنها لم تنجح او ان ما تحسب لهاش، لكن دي اول ركله جزاء يتحسب منها هدف او اليابان تسجل منها هدف في المونديال او في كاس العالم بصفه عامه. المدرب المساعد للمنتخب التونسي بيقول لم نفقد الامل في التاهل للدور الثاني المونديال، ده طبعا بعد خساره المنتخب التونسي من المنتخب الانجليزي بنتيجه 2-1. كلنا شفنا وتابعنا احداث اللقاء، يعني المنتخبات العربيه للاسف الوقت بدل الضائع بيكون قاسي جدا 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 عليها، وده اللي شفناه في مباراه منتخب مصر الاولى امام منتخب اوروجواي، وشفنا منتخب المغرب واحرازه هدف في مرماه، والمنتخب التونسي في رقابه، يعني عدم وجود رقابه تامه على هاري كين وبيفشل في الحفاظ على نقطة كانت هتفرق معاه جدا في مجموعة قوية بتضم المنتخب البلجيكي اللي فاز على منتخب بنما، وأيضا منتخب بنما اللي أنا شايفه منتخب جيد مش منتخب وحش لكنه بيلعب على قد إمكانياته. أكيد طبعا الكابتن مراد العقبي المدرب المساعد بالمنتخب التونسي لكرة القدم أكد أن فريقه لم يفقد الأمل في التأهل للدور الثاني ببطولة كأس العالم 2018. قال طبعا الكابتن العقبي أنه طبعا علينا أن ننسى مباراة الأمس، لكن علينا أن نستخلص منها الإيجابيات ونعالج السلبيات وأن نحلل المباراة بشكل جيد ونستفيد منها، وأكيد الأمل لا يزال قائما ولدينا ما نقوله في هذا المونديال. نتمنى من نسور قرطاج يعني إن شاء الله
تحقيق نتائج ايجابيه في مباراه بلجيكا ومباراه بنما. لسه مكملين مع الاخبار، والاصابه تنهي مسيره الحارس التونسي حسان في المونديال الروسي. يعني حارس المرمى التونسي مش هيكون موجود خلاص بعد اصابته، وبالتالي هيغيب عن اخر مباراتين للمنتخب التونسي في كاس العالم. يعني ربنا يشفيه ويعافيه، اكيد اصابه كلنا شفناها وتابعناها واثرت عليه بشكل كبير، ان شاء الله يقوم بالف سلامه. وتاباريز يحذر من رده فعل المنتخب السعودي. اوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب اورجواي اتكلم على مباراه السعوديه واكد ان هي اكيد مباراه صعبه جدا. المنتخب السعودي لسه عنده امل كبير ان هو يكون موجود، لكن منتخب اورجواي حريص جدا على الفوز بثلاث نقاط وضمان التاهل مع المنتخب الروسي، لكن كلنا امل في المنتخب السعودي انه يحقق نتيجه ايجابيه امام المنتخب الاورجواياني. مانويل نوير حارس مرمى منتخب المانيا اتكلم وقال كل مباراه لالمانيا اعتبارا من الان ستكون بمثابه النهائي. اكيد طبعا خساره اولى في كاس العالم من المكسيك بهدف مقابل لا شيء هتاثر كتير جدا على المنتخب الالماني. منتخب المانيا اي نتيجه سلبيه في اللقاءات القادمه هيكون ممكن تخرجه بره المنافسات، ويكون مفاجاه، يعني مفاجاه كبيره جدا بتحصل كل فين وفين. لكن منتخب المانيا مع مدير فني محترم مع لعيبه على اعلى مستوى قادرين على العوده من جديد. طبعا انطوان جريزمان يغادر ميران فرنسا ومشاركته متوقعه امام بيرو. ايضا انطوان جريزمان كان عنده اصابه خفيفه حصلت له في ميرانو مع المنتخب الفرنسي، لكنه يعني خرج للراحه وبالتالي هيكون موجود في مباراه بيرو. منتخب بيرو مباراه تبقى صعبه جدا، بيرو خسر في المباراه الاولى وما عندوش غير امل مباراه فرنسا ان يحقق نتيجه ايجابيه. مارادونا يطالب سان باولي باجراء تغييرات على التشكيل الارجنتين قبل مواجهه كرواتيا. كرواتيا عندها ثلاث نقاط، الارجنتين عندها نقطه امام ايسلندا، وبالتالي يعني نقطتين مهمين جدا، عدم وجود ايكاردي مع المنتخب الوطني كارثه بكل المقاييس، وايضا ديبالا على مقاعد البدلاء يعني كارثه ثانيه. وبالتالي مارادونا اعظم لاعب في عالم كره القدم واحسن لاعب في العالم والحاصل على كاس العالم مع الارجنتين، بيدي نصيحه لسان باولي. لسه مكملين مع حضراتكم، لكن هنروح لتقرير سريع جدا هيتكلم فيه معانا عن الجوله الاولى والايجابيات والسلبيات، ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات. انطلقت منذ قليل مباريات الجولة الثانية من مونديال روسيا 2018 بلقاء الفراعنة مع الدب الروسي، وذلك بعد أن أزل الستار اليوم أيضا على مباريات المرحلة الأولى في دور المجموعات بمونديال روسيا بمواجهة بولندا والسنغال. أفرزت المرحلة الأولى تصورا كاملا عن كافة الفرق والمنتخبات الذي أظهر أن عشاق الكرة العالمية ينتظرون نسخة ممتعة من المونديال بسبب المستوى الفني الكبير الذي قدمته المنتخبات المشاركة. ومع مرور المباريات واقتراب موعد مباريات الجولة الثانية للمنتخبات العربية، وبعد أن خاض نجوم الفراعنة مباراتين، ما زالت الجماهير العربية تعلق آمالها على المباريات المتبقية في تقديم صورة مشرفة للكرة العربية في مباريات السعودية المقبلة أمام أوروغواي، المغرب أمام البرتغال، تونس أمام بلجيكا. رغم أنها مواجهات صعبة، إلا أن الطموح والروح العربية قادرة على تحقيق الفوز. هذا وكانت المنتخبات العربية قد فشلت في تحقيق نتائج إيجابية في مباريات الجولة الأولى، لم تحرز إلا هدفا وحيد عن طريق لاعب منتخب تونس فرجاني ساسي من ضربة جزاء، إلا أنه لم يكن كافيا لتحقيق التعادل أمام الإنجليز، وخسرت تونس، ومن قبلها خسرت السعودية في الافتتاح أمام روسيا، ومنتخبنا أمام الأوروغواي، والمغرب أمام إيران. عدم تركيز في اللحظات الأخيرة، ودي اتكررت بالذات مع منتخب مصر حتى في الوديات، نفس الكرات العرضية ما عندناش تغطية سليمة فيها، سرحان، حس ان الماتش انتهى، حس انه خلاص طلع بنقطة، وكنا نتمنى هذا يعني. لكن العربية كلها في اللحظة الأخيرة، ما انت شفت المغرب وتونس امبارح مع انجلترا نفس القصة، حتى المغرب وإيران نفس القصة، الدقيقة 90، الدقيقة 95، الدقيقة 89، كلها نفس القصة. عدم تركيز في اللحظات الأخيرة، هل الفرحة بتسبح قبل ما يخلص ولا يعمل إيه؟ والله الفرقة زي ما حضرتك قلت لعبت كويس، يعني لعبت كويس، بس المشكلة ممكن تكون عدم ثقة،
عدم التركيز في الدقيقة الأخيرة. يعني متلاحظ أن معظم الفرق العربية ما عدا السعودية آخر دقيقة جول، آخر دقيقة جول، زائد أن هم يعني الخوف مش مخليهم يلعب، يعني ما فيش تهديف، ما حدش جاب جواه. فيمكن ربنا يكرمهم في الجولة الثانية وبكويسين إن شاء الله بإذن الله. والله أنا شايف المنتخبات العربية مش مقصرة في حاجة عملوا عليهم قوي، بس هي الدقيقة 90 هي بقت عقدة أصلا في المنتخبات العربية. طبعا يعني برضو فهم في ماتش تونس ده خسارة في آخر دقيقة، طبعا إحنا في آخر برضو فهم الدقيقة 89، والمغرب نفس الموضوع من إيران. بس أنا شايف إنهم عاملين اللي عليهم وهم شكلهم حلو، حاجة تشرف والله فعلا. يعني أنا فخور بالمنتخبات العربية جدا. المغرب يعتبر عمل ماتش كويس بس كانت سيئة الحظ زي منتخب مصر تقريبا، وده بالنسبة للمنتخبات العربية، ونأمل ان هو نشوف حاجة افضل. السعودية اعتقد ان مستوى غير ما شفناه في الوديات خالص، قليل جدا، مش باين يعني ممكن تتحسن، بس ربنا يسهل. وده بالنسبة للمنتخبات العربية. ومع توالي الإثارة والمتعة في المباريات توالت المفاجآت، حيث شهد المونديال مفاجآت عدة، أبرزها سقوط المنتخب الألماني حامل اللقب في مونديال 2014 بالبرازيل أمام المنتخب المكسيكي بنتيجة هدف من دون رد في أولى مباريات الفريق بدور المجموعات. فشلت ألمانيا التي تطمح في الحفاظ على لقبها وأحد الفرق المرشحة للتتويج مجددا في الخروج بنتيجة جيدة أمام منتخب المكسيك العنيد الذي قدم أداء كبيرا وظهر بروح عالية أحرج حامل اللقب بالفوز عليه بهدف أحرزه الشاب هيرفينغ لوزانو مهاجم أيندهوفن الهولندي خلال مجريات الشوط الأول للقاء. المفاجأة الثانية كانت في المجموعة الرابعة بسقوط منتخب الأرجنتين المدجج بالنجوم بقيادة ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والحاصل على الكرة الذهبية 5 مرات في فخ التعادل أمام أيسلندا بهدف لمثله في أولى مباريات الفريقين بالبطولة. وفشل ميسي في قيادة فريقه للفوز بإهداره ركلة جزاء في الشوط الثاني كانت حاسمة في حصد فريقه أول 3 نقاط في البطولة. المفاجأة الثالثة كانت في المجموعة الخامسة بسقوط منتخب البرازيل والأكثر تتويجا باللقب الأكبر في العالم برصيد 5 ألقاب في فخ التعادل أمام منتخب سويسرا بهدف لمثله في أولى مباريات الفريقين. تلقت البرازيل الصدمة رغم تقدمها بهدف البرازيلي كوتينو نجم برشلونة الإسباني، وتلقت هدف التعادل عن طريق ستيفن زوبير في الشوط الثاني للقاء كانت كفيلة بإنهاء اللقاء وإحراج منتخب سيليساو في طريق استعادة لقبه الغائب منذ 16 عام. كل هذه النتائج جعلت الجميع يتساءل عن أسباب سقوط الكبار في الجولة الأولى من المونديال. المنتخبات الكبيرة دي بتبقى نازلة يعني عندها ثقة زيادة قدام الفرق اللي قدامها، ما يعرفوش ان الكرة اتطورت دلوقتي، وفي الأندية الصغيرة او المنتخبات الصغيرة بقت دلوقتي بقت تلعب كرة احسن وكرة سريعة زيهم ويمكن احسن كمان منهم. بدرجة النهاردة برضك كان في كولومبيا اتعادلت النهاردة مع اليابان، يعني في اخر لا 2-2 يعني دي متوشة. وبرضك المانيا، شفت انت المانيا والمكسيك عملوا ازاي، يعني بيتنزل بتبقى عندهم ثقة زيادة، فده طبعا ما حدش يتهم باي فرق صغيره. من الاسباب اللي ادت لكده بان ممكن في شويه تراخي من المنتخبات دي او نظرتها للفرقه الصغيره ما بقتش زي الاول. كان في الاول الفرقه الكبيره كانت بتلعب وعارفه ان ليها منافس، فكان التعامل الند بالند. دلوقتي في شويه تراخي من المنتخبات الكبيره على اساس ان ما فيش فرق صغيره ممكن بتكبر او بتعلى تقدر تقدم مستوى احسن او افضل من الفرق الكبيره. يعني هو المفاجاه ان ده في الدور الاول بيحصل تغيير لسه، وفي جيل بيجي غير جيل، واللعيبه دي يعني احنا ما نقدرش نحكم عليهم دلوقتي غير لما يعدي الدور الاول نقدر نحدد المنتخبات مستواها ايه ووضعها ايه. ان اي ماتش في بدايه البطوله يبقى الماتش الاولاني كله تجارب المنتخبات مع بعضها، فالماتش اللي جايه هيبقى فيه نقدر نحدد انهي منتخب احسن وانهي منتخب هيقدر يعدي المرحله ديت ويبقى المستوى الاعلى ان شاء الله. حاجه عاديه، اي فرقه ممكن تخسر عادي، لان الكوره ما فيهاش مستحيل. اللعيبه كلها بتدي اداء قوي، اي فرقه عايزه تاخد كاس العالم، كل فرقه بتحارب للوصول لكاس العالم. يعني عادي زي مثلا المكسيك والمانيا، المكسيك راحت كسبت 1-0 مع ان المانيا قويه واخده القاب كاس العالم كذا مره. بينما جاءت المباراه الامتع والاكثر اثاره بالمونديال بالمجموعه الثانيه التي جمعت المنتخب الاسباني بطل كاس العالم 2010 بجنوب افريقيا
ومنتخب البرتغال بطل كأس الأمم الأوروبية 2016 بفرنسا، والتي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلهم. شهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين. لم يتأثر منتخب إسبانيا بإقالة لوبتيغي مدرب الفريق السابق قبل المباراة ب48 ساعة، وتعيين فرناندو هيرو أسطورة ريال مدريد الإسباني السابق كمدير فني للفريق، حيث قدم منتخب لاروخا بتشكيلته الشابة أداء مميزا خلال اللقاء، وتقدم على البرتغال بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد أن كان منهزما لمرتين بهدف مقابل هدف. ومع استمرار المتعة واشتعال المنافسة، تعيش الجماهير حالة من الترقب ما بين الأمل في تحقيق الانتصارات العربية أو انتظار المفاجآت المدوية. أظن في مفاجآت أكتر من كده بكتير، لأن لسه الدنيا مش حامية، يعني احنا لسه في الأول خالص، فلسه المفاجآت هتظهر بعد الستاشر غالبا. هنشوف مين اللي هيتأهل، وفي فرق ممكن ما تتأهلش، فرق كبيرة وفرق ضخمة ممكن ما تتأهلش كمان، كانت بتاخد كاس العالم قبل كده. ده اللي انا اظن يعني ان هو ممكن يحصل. مفاجآت كتيرة هتيجي لسه. عندك المانيا برضو كانت عاملة نتيجة برضو مش كويسة، والمانيا معروف عنها ان هي فرق من الاوروبية العالية جدا في الكورة، فان شاء الله هتبقى في مفاجآت في الدور التاني ان شاء الله. اي مفاجأة ممكن تحصل، لان اللعيبة عندها الدافع والقدرة ان هي تعمل كده، والكاريزما قوة الشخصية. اهلا بحضراتكم من جديد، وقبل ما نختم مع حضراتكم هنتكلم على مباريات اليوم وايضا مباريات غدا، واللي اتلعب زي ما قلت لحضراتكم ثلاث لقاءات. بدايه من الساعه 2 كان مباراه قويه جدا ما بين منتخب كولومبيا ومنتخب اليابان. امام حضراتكم المباراه الاولى كولومبيا واليابان، كانت الساعه 2 وانتهت بفوز اليابان 2-1. و مباراة بولندا والسنغال، نقدر نقول على منتخب السنغال ان منتخب بيعمل في صمت، منتخب محدش حاسس بيه، منتخب او منتخب افريقي بيحقق فوز في بطولة كاس العالم 2018 امام خصم قوي وخصم عنيد هو المنتخب البولندي. منتخب السنغالي تقدم بهدف ثم الهدف الثاني، وبولندا هي اللي كانت بتسعى وراء منتخب السنغال انها تتعادل معاه، لكن بتفشل وبينجح المنتخب السنغالي ب الفوز بنتيجة 2-1. أما أخيرا مباراة منتخب مصر اللي انتهت أمام منتخب روسيا صاحب الأرض والجمهور، صارت منتخب يوم 24 يونيو، وبداية من الساعة 2 إن شاء الله تبقى مباراة البرتغال مع المنتخب المغربي، مباراة قوية جدا جدا جدا. نتمنى كل التوفيق للمنتخب المغربي إن شاء الله في فرصته الأخيرة، أو يعني فرصة من ضمن فرصتين صعبين جدا أمام المنتخب البرتغالي والمنتخب الأسباني. أيضا في الساعة 5 مباراة أوروغواي والسعودية، إن شاء الله كل التوفيق للمنتخب السعودي. وأخيرا طبعا زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة أوروغواي والسعودية، ومباراة إيران وأسبانيا في مجموعة البرتغال والمغرب. إن شاء الله بكرة هنكون مع حضراتكم في نفس الميعاد الساعة 10 لحد الساعة 12 في المونديال على قناة الأهلي. نتمنى إن شاء الله أن الحلقة تكون عجبت حضراتكم. بكرة في نفس الميعاد استنونا في المونديال، ونشوفكم على ألف خير بكرة. تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.